في الخير وارقاه فقا إنها العلياء تبغي مسلما. أكباب الظلام ليسود نور العدل بين العالمين بيد حديد أو قلوب لا تنام في عين طفل لو رأت دمعا تلين شقوا بسيف الحق أكباب الظلام يسود نور العدل بين العالمين بيد حديد أو قلوب لا تنام في عين طفل لو رأت دمعا تلين أصحاب علم أو دعاة للسلام كانوا كتابا نهجه يا عدين كانوا رجالا كالجبال وكلما هبت رياح الظلم يوما لا تمين فلهم عزائم لا تلين وإنما تشتد عزما لو أتى المستحيل الكتاب ده خلاني أعيد نظر في حاجات كتير أوي. فعلا يا دكتور مرتضى في شخصيات كتير أوي موجودة في التاريخ الإسلامي تستحق مننا النظر والتأمل والبحث. أنا شخصيا من وجهة نظري شخصية زي شخصية العز بن عبد السلام دي لازم تدرس لأولادنا في مدارسنا. هو الحقيقة مش العز بن عبد السلام بس اللي لازم يدرس، لا ده في شخصيات كتيرة جدا لازم تدرس زيه علشان ولادنا ياخدوا منها القدوة. للأسف الشديد معظم رموزنا الوطنية والتاريخية في حياتنا تعرضت للتشويه. فعلا دكتور مرتضى عندك حق، معظم رموزنا الوطنية والتاريخية تعرضت للتشويه بفعل فاعل. عارف ليه؟ علشان ولادنا يفتقدوا القدوة. أنا متأكد إن التاريخ هينصف كل اللي اتظلموا. ينصف؟ ده التاريخ نفسه ظلم ناس كتير. زي مين؟ ابن تيمية لما اتهموه بالتعصب وبالغرور وبالتشدد. واضح ان ابن تيمية كان متشدد قوي في آرائه. من الواضح بقى دكتور ان حضرتك ما تعرفش اي حاجة عن ابن تيمية. ارجوك يا حسين بلا سخرية مني. انا مش بسخر يا دكتور، انا بقرر حقيقة. انا قريت اجزاء كتيرة من كتاب الفتاوى الكبرى بتاعه. ولسه بتقول انه متشدد؟ ابن تيمية ده شخصية فريدة في التاريخ الإسلامي، بطل بمعنى الكلمة، يعني ممكن يطلق عليه لفظ هيرو. هو كان قبل العز ولا بعده؟ العز توفي 660 هجرية،
وابن تيمية اتولد 661 هجرية واسمه بالكامل أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. اسمه أحمد؟ وكنيته تقي الدين، وأبوه الشيخ عبد الحليم، وجده الشيخ عبد السلام الملقب بأبو البركات، وكان أحد فقهاء المذهب الحنبلي. هو من دمشق صح؟ لا طبعا، هو في الأصل من قرية اسمها حران، وبالمناسبة القرية دي عاش فيها خليل الله إبراهيم عليه السلام مدة طويلة. في القرية دي اتولد ابن تيمية وعاش فيها لغاية ما بقى سنه 7 سنين، لغاية ما الظروف اضطرته هو وأسرته إن هما ينتقلوا إلى دمشق. اضطرته الظروف؟ هقول لك دلوقتي إزاي اضطرته الظروف. في يوم من الأيام كان ابن تيمية راجع من الكتاب اللي بيدرس فيه. ماشي لبيه ولا عليه، وفجأة سأخرج للبحث عنه. إنك تهتم بما سنأخذه معا، ولكنك لا تهتم بولدك الغائب. هذا هراء. نعم إنه ولدي، لكن كيف أخرج للبحث عنه وجنود تتار يملؤون الشوارع ويقتلون كل من تصل أيديهم إليه؟ إذا فقد ضاع ولدي أحمد. ضاع أحمد. هويني على نفسك يا أم أحمد، هويني على نفسك. إنه ولا ريب يجلس مع أقرانه في الكتاب، عندما يحل الظلام سوف أذهب ليحضره، وفي الغد بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نغادر حرانا إلى دمشق. لعن الله التتار، لعن الله التتار. هيا ساعديني في جمع ما سوف نأخذه معنا. أحمد شش، انتظري. هو ابني أحمد. شش، قلت لك انتظري. أحمد ابني حبيبي أحمد، الحمد لله على سلامتك. كيف جئت إلى هنا؟ ها؟ ولدي ماذا حدث لك؟ أجبني يا ولدي، كيف تمكنت من المجيء إلى هنا؟ ما الذي فعل بك ذلك؟ دعه يا عبد الحليم واحمد الله على عودته. حمدا لله على سلامتك يا ولدي، حمدا لله على سلامتك. انظر إليها كذا وكأنك تعاتبني. لماذا تركنا حران؟ تسألني؟ من أسأل إذن؟ التتار لا يعرفون الرحمة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. لقد انكسرت شوكتهم في عين جالوت، لكنهم عادوا مرة أخرى يا بني ليحققوا أطمعهم في السيطرة على بلاد المسلمين. لماذا لم نبق لنحاربهم؟ نحارب من؟ الذين هجموا علينا وأرغمونا على الرحيل. أنت ما زلت صغيرا يا ولدي ولن تدرك ما سوف أقوله لك. بل قل يا أبي وسأدرك إن شاء الله. حسنا يا ولدي، إن التتار قوة لا يستهان بها ولا يمكننا الوقوف أمامها. نعم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله العظيم. اضطر الناس للرحيل لأن المواجهة مع التتار
تعني الخسارة. هل اطلعوا على الغيب؟ عندما نصل إلى دمشق بإذن الله سأجعلك تتلقى العلم على يد الإمام النووي. الإمام النووي صاحب الأذكار ورياض الصالحين؟ نعم. تحفظ كتاب الله؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا بني. إني أحفظ أيضا جميع الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم. ما شاء الله ما شاء الله. لماذا أرسلك أبوك إلي إذن؟ لأتعلم على يديك فقه الإمام الشافعي. تتعلم الفقه وأنت في السابعة؟ لقد تعلمت من أبي الفقه الحنبلي وأريد أن أتعلم منك الفقه الشافعي. ولكنك صغير يا بني على دراسة الفقه. سلني إن شئت. أعلم أن أباك الشيخ عبد الحليم هو أحد معلمي الفقه الحنبلي، وأن جدك رحمة الله عليه هو شيخ الإسلام عبد السلام بن تيمية، وأنك ولدت في بيت تضاء قاعاته بالعلم. ولكن هذا يا بني لا يعني استيعابك الكامل لأمور الفقه. قلت لك سلني إن شئت. أية ثقة تلك التي أودعتها ابنك يا عبد الحليم؟ هو حفيد شيخ الإسلام عبد السلام ابن تيمية. من شيخ الإسلام يا أبي؟ انظر إنه ما زال يسأل، معنى ذلك أنه يجهل الكثير. لن أجد في دمشق من هو أعلم من الإمام محي الدين النووي ليكون معلما لولدي. المشكلة يا عبد الحليم أن أقرانه لا يتعلمون الفقه، بل هم ما زالوا في مرحلة الحفظ. اجعله إذن ممن يتعلمون الفقه على يديك. هم أكبر منه سنا. أنت تعلم أني أقوم بتدريس القرآن للصغار والحديث للفتيان وعلوم القرآن للشباب، أما الفقه فطلابه من الرجال، فهل يجلس ابنك بينهم؟ أليس من الظلم أن يجلس بين أقرانه وقد سبقهم؟ سألحقه بهم إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبا أحمد يا أبا أحمد، لكم أخشى عليه من حسدهم. اطمئني يا أم أحمد اطمئني، سيحميه الله سبحانه وتعالى من حسد الحاسدين وكيد الكائدين. لماذا لا يخصه الإمام النووي بالدرس وحده؟ الإمام النووي لا يخص أحدا بالدرس يا أم أحمد، لقد بلغ من العمر عتية، بمعنى أنه لا يستطيع أن يعطي الدرس أكثر من مرة واحدة في اليوم الواحد. لا تشغلي بالك بهذا الأمر، توكلي على الله. أخذنا الحديث عن أحمد ونسيت أن أسألك عن نفسك. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. ماذا فعلت؟ سأقوم بالتدريس في دار الحديث، لكن بمرتب أقل مما كنت أتقاضاه في حران. سيكفينا إن شاء الله، وسيجعل الله فيه البركة إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. ما معنى شيخ الإسلام يا إمام؟ ألم يخبرك والدك؟ ما كنت أسألك لو علمت الجواب. أخاف عليك من نبوغك المبكر. ألم تخبرني عن معنى شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام يا بني هو المتابع لكتاب الله، المختفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتقدم بمعرفة أحكام القرآن ووجوه قراءاته وأسباب نزوله، العالم باللغة وبالأصول وبالفروع
وبالسنة نقلا وإسنادا وبالفقه ومذاهبا. هيا لك تأخرنا على الدرس، إياك أن تنسى ما اتفقنا عليه. سأجلس في آخر الصف ولن أقاطعك بالسؤال. وقوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أعطيت جوامع الكلم، وفي الرواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم، يعني به القرآن. واللغة التي نزل بها القرآن وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أوسع اللغات مدى وأبسطها لسانا. وقد أطل علينا الإمام الشافعي ببعض لمساته في رسالته العظيمة خاصة باللغة العربية. كيف أفهم قول من لا أستطيع رؤيته؟ ابن من هذا؟ أهو ابنك؟ كلا، من تكون؟ أنا مثلك طالب علم. مثلي؟ ماذا هناك؟ طفل يجلس بيننا. دعوه وهو سيحضر الدرس معكم. ولكنه صغير. ويلك يا هذا، أتعترض على الإمام النووي؟ حاشا لله. نعود إلى درسنا مرة أخرى، ونعود إلى قول الإمام الشافعي بخلو القرآن الكريم من أي لفظ أعجمي. يقول سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. ويقول الإمام الشافعي: ألا أحد يعرف إعجاز القرآن الكريم إلا بمعرفة إعجاز لغة العرب. ماذا؟ أيشغلك اللعب عن المذاكرة؟ إني أتأمل الفقاعات والانكسارات التي يحدثها الحجر عند إلقائه في الماء. هي قوانين الطبيعة؟ يبدو أن قوة كامنة داخل هذا الحجر. الأحجار فيها من الأسرار مثل ما في النبات والحيوان؟ نعم يا أبي، إن الحجر الكبير له قوة دفع تختلف عن الحجر الصغير. من حدثك في أمور المنطق والفلسفة؟ الفلسفة كلمة إغريقية تعني حب الحكمة. إنها بالفعل تعني حب الحكمة، ولكنها في ذات الوقت تجلب الشرور. كيف؟ تفسد العقول وتوقع بين العلماء. الفلسفة؟ قد بلغ مجد الإسلام ذروته في القوة والفتح والعلم إلى أن وفدت علينا الفلسفة. فراح العلماء يؤولون نصوص الشريعة الإسلامية كي تتفق مع هذه الفلسفة الوافدة، فمسخوا تعاليم الإسلام، وزعم بعضهم أن الإسلام ظاهر وباطن، ومنهم من اشتغل بتأويل آيات الأسماء والصفات، فكان الاختلاف الذي أدى إلى الإلحاد والزندقة، وأدى أيضا إلى الاعتزال. لكن لم ينجو من هذا الضلال والانحراف إلا المستمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى وهدي نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. الذين عاصمهم الله سبحانه وتعالى لتمسكهم بنصوص الشريعة الثابتة، فكانوا في وجه طيار الفلسفة الجارف وعاصفته الهوجاء كالجبل الأشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله وبركاته. لقد أرسلني الإمام النووي كي أحدثكم عن الفقه الشافعي بدلا منه. ولماذا لم يأتي هو؟ لأنه لا يستطيع الخروج من داره بسبب مرضه. وسوف أحدثكم الآن يا إخواني عن حكم الاستعانة بالفجرة والكفرة عند الجهاد. ويرى الإمام الشافعي رحمه الله جواز استعانة المسلم بالكفرة، أما الإمام مالك فيرفض ذلك إلا إذا كانوا خداما للمسلمين، أما أحمد فيرفض الاستعانة بهم تماما. سيدي، لماذا لم تذكر شروط الشافعي لجواز هذا الأمر؟ شروط الشافعي؟ من يكون هذا الطفل؟ إنه يحضر معنا برخصة من الإمام النووي. يحضر معكم؟ اجلس اجلس، وإياك أن تقاطعني مرة أخرى. إنك تجاوزت رأي الشافعي دون الحديث عن شروطه. شروط ماذا؟ هو لا يجيز الاستعانة بالكفرة إلا بشرطين. لماذا لا تجلس هنا لتتحدث بدلا مني؟ اجلس اجلس، ليس لدي وقت كي أضيعه مع الأطفال. هذا هروب أم جهل؟ جهل؟ والله والله لن أكمل الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقول لعالم أسن منك وأعلم من أبيك هذا هروب أم جهل؟ إنه لم يحدثنا عن شروط الشافعي للاستعانة. حتى وإن أخطأ هو العالم، هو أسن منك، وكان ينبغي أن تنصف له لا أن تتهمه بالجهل. لقد أدرك خطأه يا أبا أحمد. بل أساء الأدب، وهو يعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقولك لمعلمك هذا جهل، إنما هو البذاءة بعينها. أين حسن الخلق الذي كنت تتمتع به؟ ها؟ ماذا جرى لك يا ولد؟ هل أصابك الغرور؟ هو سيذهب للشيخ عدي ويعتذر له أمام الجميع. هذا أمر لابد منه، لكن لابد له من عقاب رادع حتى لا يسيء الأدب مرة أخرى. عاهد يا أحمد بأنك لن تفعل ذلك مرة أخرى. لن يذهب إلى حلقة الإمام النووي مرة أخرى. أرجوك أرجوك يا أبي أرجوك، إني أريد المزيد من العلم. عقابك أرجوك. هو الابتعاد عن العلم. أرجوك يا أبي أرجوك أرجوك. أين الطفل أحمد؟ هو لم يأكل اليوم. علي أن أعترف لكم يا إخواني أن الطفل أحمد كان على صواب، لأن الإمام الشافعي رحمه الله اشترط للاستعانة بالكفرة عند الجهاد أن يكون المسلمون قلة والمشركون كثرة وقوة، وأن يكون لهم ميل لنصرة الإسلام. أحمد يا ولدي، لماذا لم تقرب الطعام اليوم؟ لم يعد للطعام فائدة يا أماه. كيف؟ كنت أشتهيه ليعينني على المذاكرة، أما الآن. عليك أن تعترف بخطأك الجسيم في حق الشيخ عدي. لقد دفعتني سخريته مني إلى ذلك. أيقابل الإنسان الخطأ بخطأ مماثل؟ سأحاول مع أبيك مرة أخرى لعله يوافق. حمدا لله على السلامة. الحمد لله، بلغني ما كان من ولدك أثناء الدرس. لا أدري بأي الكلمات أعتذر، لقد عقبته عقابا شديدا ومنعته من حضور حلقة الدرس. لا يا عبد الحليم، هو أراد أن يصحح الخطأ الذي وقع فيه الشيخ عدي. أراد أن يصحح الخطأ بخطأ؟ لقد عرفت الأمر كله، سيكون لابنك شأن عظيم إن شاء الله. هيا بنا. هيا هيا.
أحمد، هيا استعد كي تذهب إلى حلقة الإمام النووي. ليس بعد يا أحمد. إنها مجرد محاولة يا أبي. انتظر يا بني، انتظر حتى تزداد تمرسا بالحياة وأحوالها. وما علاقة تفسير القرآن الكريم بالحياة وأحوالها؟ لن تدرك الإجابة إلا بعدما يجلل الشيب رأسك. أبي، لقد عرضت هذه المحاولات على الشيخ مجد الدين ابن عساكر، فنصحني بإتمامها وتدريسها أيضا، ولو أن الإمام النووي رحمه الله. لا تكن عجولا يا ولدي، فالمتربصون بك أكثر بكثير من المشجعين لك، وأنت تعلم ذلك جيدا. نعم، ولقد طلب مني الإمام النووي رحمه الله وأنا في 16 من عمري أن أوضح مسألة فقهية، بل وأجلسني مكانه أيضا. خطبت الجمعة، ما شاء الله، الله أكبر، وكنت ما زلت في 17 من عمرك. نعم يا أبي، وأنت أيضا أقررتني معلما في مدرسة الحديث. ومنذ ذلك الحين وأنا لم أسلم من القيل والقال. أتدري ما سيحدث لأحمد لو ترك مدرسة الحديث؟ ماذا؟ سيصبح من أغنياء دمشق. كيف؟ نساء المدينة يبعثن إلي بأبنائهن ليستمعوا إلى ولدك أحمد، ولو طلب من كل واحد منهم 10 دنانير في الجمعة الواحدة لأصبح أغنى من الأمير، ولكنه يأبى ذلك. الناس فقراء يا أمه، مزق الجوع أحشاءهم وأعمى عقولهم، خوت بطونهم فخوت عقولهم. تلك هي مصيبة عصرنا. صدقت أبي، تلك هي مصيبة عصرنا. يلقب نفسه بتقي الدين ويجلس على أريكة أبيه متفاخرا بصغر سنه. أصابه الغرور والخيلاء فجلس يلقي الدرس بلا كتب ولا أوراق. قيل لي إنه حول مدرسة الحديث إلى الفتية. ليس ذلك فقط، ليس ذلك فقط، بل إن العامة في الطريق يستوقفونه ويسألونه في أمور الدين. هي خطة محكمة لتحويل مدرسة الحديث لتصبح مدرسة حنبلية. مدرسة حنبلية، ولكني أعلم أن ابن تيمية قد درس الفقه على المذاهب الأربعة. ها، درس الفقه؟ إن كان هو قد درس الفقه فما قولك فيما درسته أنا؟ ومن أنا؟ من أنا حتى أتحدث عن الشيخ سيف الدين المنصوري؟ أعلم أهل الشام جميعا. والله والله لو أن ثمة عدلا في هذه البلاد لأصبحت أنت إمام الجامع الأموي. هذا حقي، بل هو أقل من حقي. ما رأيك لو تحدثت مع الأمير جمال الدين الأفرم نائب السلطان على دمشق في ذلك؟ إنه حقك،
ولن يعترض أحد من العلماء على ذلك. أتأتي معي لمقابلته؟ أنا رهن إشارة الشيخ المنصوري. ليس بين الأئمة أصحاب المذاهب خلافات حول جوهر العقيدة، فكلهم يتفقون على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أي أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء الأئمة يوصون تلاميذهم ويقولون لهم: إذا صح لكم حديث يخالف قولنا فاتركوا قولنا واتبعوا الحديث. وكان هؤلاء الأئمة العظام يوقرون بعضهم بعضا ويفيدون من آراء بعضهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تعلم أن هذا الأمر يخص السلطان. السلطان الناصر محمد بن قلاوون لا يرفض لنائبه على دمشق أي مطلب عادل. ومن أدراه بأنه من المطالب العادلة؟ إني على استعداد لمناظرة كل علماء دمشق، بل كل علماء الشام. ها؟ فإن وجدت من هو أعلم مني فاكتب للسلطان وأشر عليه بتعييني. وابن تيمية؟ عبد الحليم ابن تيمية؟ بل ابنه أحمد. لا يا مولاي، هذا ظلم لشيخنا وأستاذنا المنصوري، إذ لا يصح أن نقارنه بذلك الشاب الضئيل الضعيف الذي لم يقرأ ربع ما قرأه شيخنا وأستاذنا المنصوري. يبدو أن الأمير الأفرم قد صدق الشائعات التي يطلقها العامة على ذلك الشاب. لقد استمعت إليه غير ذي مرة. كل علماء دمشق يعرفون مدى جهله ويدركون أن جلوسه على أريكة مدرسة الحديث إنما كان بإجازة أبيه. الشيخ المنصوري يمكنه إثبات جهل ابن تيمية في مناظرة يحضرها الأمير الأفرم نائب السلطان على دمشق. أحمد خذ مني يا أحمد. لبيك يا أبي. إيه؟ ماذا بك؟ تبكين جزعا من الموت. أبقاك الله يا أبا أحمد. كل نفس ذائقة الموت. أين عبد الرحمن؟ لقد ذهب يا والدي لإحضار الطبيب. إذا أنا مت في مرضي هذا فلا تتبعني نائحة، وإذا دفنتموني في قبري فصبوا علي التراب صبا، وإذا فرغت من دفني فلا تتركوني وتسرعوا إلى الدنيا. لا 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 تقل هذا يا أبا أحمد. هل تعترضين على قدر الله؟ اسمعني يا ولدي، فلعلها الكلمة الأخيرة. تكلم يا أبي وقل ما تريد. إذا فرغت من دفني فأقيم قليلا عند قبري فأستأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي. اللهم إنك أمرتنا فعصينا ونهيتنا
حضرتك أنت. هذا مقام العائد بك، فإن تعفو يا رب فأنت أهل للعفو، وإن تعاقب فبما قدمت يداي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أبي إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الحليم أباه، إياك وأفعال الجاهلية، إن الموت حق علينا. عبد الله، أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. السلام عليكم، لقد أحضر بهذه السرعة. هي رحمة من الله يا عبد الرحمن. هيا يا أمي لنقوم بتغسيله معا. لا أستطيع، لا أستطيع. ثباتي، ثباتي يا أمي، ولا تجعلي الشيطان ينتصر على ما هو حق، فإنه يجيد اختيار الوقت. الأمر صعب يا ولدي، الأمر صعب. إذا استحضرتم عظمة الله تعالى أمامكم فلن تبالوا بأصعب الأمور. مولاي السلطان قائم. ما هذا يا سعد؟ أين السلطان قازان؟ هو في جولة وسط الجند. جولة وسط الجند؟ وهل سأنتظر كثيرا؟ هو على وشك الوصول، لكن طمئني، ماذا فعلت؟ كل شيء على ما يرام. والشيخ المنصوري؟ سيعبئ الناس لاستقبالكم. هل تحدثت معه؟ إن الوقت لم يحن بعد. كيف والسلطان الأعظم قازان يريد أن يحتل دمشق؟ نعرف ذلك، ولكن كما قلت لك لابد من تهيئة نفوس الناس لاستقبالكم أولا. قلت إن الشيخ المنصوري يستطيع أن يفعل ذلك. ويستطيع أن يفعل ذلك وأن يفعل أكثر من ذلك، ولكن لابد من سبب يدفعه لفعل ذلك. ولاية دمشق؟ لا، هو لا يطمع في أكثر من إمامة الجامع الكبير، ولقد تحدث بإعاز مني مع الأمير الأفرم نائب السلطان قلاوون على دمشق. بإعاز منك؟ أنا أعلم أن الأفرم لا يريده ولا يحبه، ولذلك لن يوافق على مطلبه. لما إذا أشرت عليه بذلك؟ عندما يرفض الأفرم مطلبه فإن الشيخ المنصوري سيعلن غضبه ونقمته على الأفرم وعلى قلاوون. عندئذ أستطيع التحدث إليه في أمر تهيئة الناس
لدخول التتار. يا لك من شيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت يا صدر، أحسنت. البقاء لله يا أحمد. شكرا لله على ما كان منك أيها الأمير. والدك كان أحد العلماء الأجلاء رحمه الله. من في رأيك يحل مكانه كشيخ مشايخ مدرسة الحديث؟ من فضل الله على دمشق أنها مليئة بالعلماء الأجلاء. ما رأيك في الشيخ سيف الدين المنصوري؟ ومن أنا كي أتحدث عن عالم جليل كالمنصوري؟ تقي الدين خير نعت لصاحبه. أنت من الآن شيخ مشايخ مدرسة الحديث. أنا؟ نعم أنت. ولكن الأمر غير قابل للنقاش. جن على ريب. لا يجب السكوت على هذا أبدا. هل خلت دمشق من العلماء حتى يأتي الأفرم بذلك الشاب ويفرضه على الجميع؟ متى كانت مشيخة مدرسة الحديث تؤرث؟ ماذا نفعل يا شيخنا؟ الأفرم معجب بابن تيمية ويعتقد أنه نابغة عصره. سأثبت له جهله. عندي خطة لفعل ذلك. هاتها. نعم يا إخواني، لقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وأنه قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وورد أيضا في الخبر أن الصحابة رضوان الله وسلامه عليهم كانوا يصلون حفاة ومنتعلين. هل الضحك في الصلاة يبطلها؟ التبسم يا أخي لا يبطل الصلاة، أما القهقهة فإنها تبطلها، ولكنها لا تنقض الوضوء، وذلك عند جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد. ويستحب له أن يتوضأ لكونه أذنب ذنبا. أفتنا يا شيخ أكرمك الله في معنى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على العرش استوى. صدق الله العظيم. لم نرك يا أخي في مجلسنا هذا من قبل. نعم، إني من حماه وقد جئت خصيصا لسماع رأيك. قضية الأسماء والصفات قضية قديمة تحدث فيها الأئمة والعلماء، فقد قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقال الإمام أحمد: استوى على العرش كيف شاء وكما شاء، وبلا حد ولا صفة يبلغها واصف. وفي هذا تنزيه وتفويض، وليس فيه تخريج لللفظ على غير الظاهر أو الظاهر. سيدي، إن أهل حماة قد لا يأخذون بروايتي، فاكتب فتواك بخط يدك حتى تكون حجة معي. سأكتب لك رأيي كاملا في هذا الشأن إن شاء الله. ماذا فعلت أيها الشاب؟ هذه رسالة سيدي. عظيم عظيم، أنت شاب رائع. أريدك أن تعلم أننا لا نبتغي إلا مرضات الله، لذلك عليك أن تنصت جيدا لكل ما يقال، وأن تبلغنا أولا بأول بكل ما يدور. ها، خذ يا بني. شكرا لك يا خذ. سيدي سدد الله خطاك. انصرف يا بني في رعاية. شكرا لك يا سيدي. في رعاية.
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. إن الشورى لازمة لأولي الأمر جميعا، لا للسلطان والأمراء وحدهم، وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس جميعا. فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة لله ورسوله. ما شاء الله ما شاء الله، أما زلت مستيقظا يا ولدي؟ أريد أن أنتهي من وضع هذا الكتاب. إن شاء الله. أحمد، هل اطلعت على هذه الأوراق؟ أهي أوراق أبي؟ مخطوطات لكتب لم يتمها. هذا أهم مما أكتبه. جمعتها في هذا الصندوق ووضعته في غرفتك، علك تجد فيها ما يروق لك. بارك الله فيك يا أمه. سأذهب إلى غرفتي يا ولدي لقراءة القرآن الكريم، وإذا أردت شيئا فنادني. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن من حفظ حديثا ولم يعمل به فقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. صدقت يا رسول الله، ورحمك الله يا أبي. وما رأيك أنت؟ ألم تقرأ الرسالة؟ قرأتها؟ إنها مليئة بالأخطاء الجسيمة التي لا يقرها الشرع، والتي تخرج صاحبها عن ملة الإسلام. هذا اتهام لابن تيمية. وواجبك كولي للأمر أن تحاكمه. لم يثبت عندي أنه خرج عن رأي الجماعة. ثبت عند العلماء. مولاي الأمير، إنك فارس محارب تجيد القتال بالسيف وتحسن الإدارة ورسم الخطط، أما أمور الدين فلها رجالها من العلماء، ورأيي أن يساق هذا الشاب إلى المحاكمة. محاكمة؟ لا لا لا، هذا أمر لا يجب حدوثه. لماذا؟ لأنه شيخ مشايخ مدرسة الحديث. أشفع المنصب لصاحبه وإن كان جاهلا بأمور دينه؟ لا أظن أن عالما مثل ابن تيمية. هو ليس عالما. أنا والقاضي القزويني والصدر سنواجهه وفي حضوره. لتكن إذن مناظرة،
وليست محاكمة. وإذا ثبت لك جهله سأقصيه عن مشيخة مدرسة الحديث. إذا سطارة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاكمة الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. هي محاكمة أم مناظرة؟ هي مناظرة يا أحمد. هذا خطك؟ نعم. أتدرك ما كتبته بيمينك في هذه الورقة؟ ما كتبت كلمة في حياتي قبل أن أدرك معناها. هذا اعتراف يدينك. كيف؟ اقرأ السطر الرابع من رسالتك. السطر الرابع؟ يبدو أنك قد حفظتها عن ظهر قلب. اقرأ كما طلب منك الشيخ المنصوري يا أحمد ولا تناقش. إن آيات الصفات يجب أن تفهم ألفاظها وعباراتها على ظاهرها لا مؤولة كما يقول الغزالي. وهكذا يا سادة، هكذا جاء هذا الشاب ليعارض حجة الإسلام. نعم، جاء ليعارض حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله. قولوا آمين. آمين. انتظر يا شيخ، انتظر. وضح لنا رأيك يا أحمد. إن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ننفي عنه صفاته، ولا نلحد في أسماء الله الحسنى، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه. إنك تدخل نفسك في أمور كبار تعذب بها نفسك. ما رأيك فيما ذهب إليه الإمام الغزالي؟ إذا أخطأ المجتهد فله أجره على الاجتهاد. وما قولك في القرآن؟ القرآن الكريم كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا تحدث العامة يا أحمد في مثل هذه المسائل؟ لم أفاتح عميا في شيء من ذلك قط. الرسالة التي وقعت في أيدينا إنما كان يحملها أحد العامة، ورجل من حماه طلب الفتوى مكتوبة. يا أحمد، لقد ثبت عندي براءة ساحتك وصحة اعتقادك. الحمد لله. القاضي القزويني نفذ أمر الأفرم. معنى ذلك اتفاق بينهما. الأفرم الأفرم الأفرم، لقد خربت دمشق بسبب الأفرم، والسلطان يجلس هناك على عرشه في مصر غير مبال بما يحدث هنا في دمشق. دمشق، آه لك يا دمشق. أتعرف يا شيخي لن يصلح أمر دمشق إلا ماذا؟ حكم جديد. كيف؟ قلاوون لا يستطيع أن يحكم الشام ومصر في وقت واحد، ولذلك علينا أن نجرب حكما جديدا. تقصد من؟ الإسلام يا شيخي يحتاج لقوة جديدة تعيد له مكانته الأولى. أي قوة تتحدث عنها؟ التتار يا شيخي. التتار؟ نعم يا شيخي، نعم التتار. سلطانهم قازان أعلن إسلامه وسمى نفسه محمودا، ولقد تبعه قومه بعد ذلك، ودخول التتار إلى دمشق سيعيد للإسلام مكانته الأولى، سيعيد مجد بني أمية، سيعيد الحق والعدل لربوع دمشق. أما أنت يا شيخي، أما أنت
فستصبح واليا على دمشق. واليا على دمشق؟ انا؟ نعم يا شيخي. ولكن دون لكن يا شيخي، دون لكن، السلطان قازان يعرف مقدار تأثيرك في الناس، ولو ملأت صدورهم تجاه قلاوون وعرف قازان بذلك لأصبحت من المقربين إليه. أينوي غزو دمشق؟ ليس غزوا يا شيخي، ليس غزوا، ولكنه تخليص لأهل دمشق من عذابات المماليك. أيرضيك أن نبقى مماليك؟ أهذا يعقل؟ أحرار، أحرار، أبناء أحرار يصبحون مماليك للمماليك؟ أي زمن هذا الذي نعيش فيه؟ فكر في الأمر يا شيخي، فكر في الأمر. لقد من الله على التتار بنعمة الإسلام فأصبحوا إخوانا لنا، ويجب علينا أن ننصرهم لننصر الإسلام. فكر في الأمر، فكر يا شيخي. مولاي الشيخ تقي الدين، أدخله بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا تقي الدين. جاء رسولك يطلبني على عجل، فقلت لنفسي هي مؤامرة أخرى ولا ريب. أجل، إنها مؤامرة، مؤامرة كبيرة، ولكن هذه المرة ليست ضدك، إنها ضد جميع المسلمين. كيف؟ التتار. التتار؟ أجل، التتار، التتار يريدون غزو دمشق. لن يتمكنوا منها أبدا. ولكنهم يملكون القوة والرجال والعتاد، أما نحن نملك الإيمان بالله وهذا يكفي. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من أجل هذا أرسلت إليك، ثقتي فيك كبيرة في أنك تستطيع حشد أكبر عدد من الرجال. دمشق برجالها ونسائها وأطفالها سيقفون أمام التتار. أحمد، هذا الأمر لابد أن يتم بسرعة. نعم، ولكن لم تخبرني بعد عن موقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون. لا، لن يدافع عن دمشق إلا أبناؤها. مولاي السلطان الأعظم قازان، اقترب، اقترب يا منصوري، اقترب وصافح السلطان الأعظم قازان، اقترب. اسمي محمود. مرحبا يا والي دمشق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس هنا يا والي دمشق. لقد أخبرته بالمهمة المكلف بها. عظيم، عظيم. متى ينوي السلطان الهجوم على دمشق؟ أنت، أنت يا والي دمشق سوف تحدد الموعد بنفسك. أنا؟ نعم أنت يا منصوري، أنت.
عندما تتهيأ النفوس لدخولنا ستبلغنا، وعندئذ سنبدأ بالهجوم. يقولون إن التتار لا وعد لهم ولا عهد. ما الذي قلته يا منصوري؟ ما الذي قلته؟ أجننت؟ عفوا يا مولاي. دعه يا صدر، فعلا التتار لا عهد لهم ولا وعد، كان ذلك قبل إسلامنا، أما وقد أسلمنا فإن كل شيء قد تغير. إذن فولاية دمشق. سعد مولاي، اكتب له عهدا بولاية دمشق وادفعه بخاتمنا. إن الجهاد يا إخواني هو ذروة سنام الإسلام، وهو حقيقة الإخلاص، ولذلك يأمرنا الله تعالى به. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. في النار. ويقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن التتار إنما قدموا إلى الشام لتخريبها، وقد رأينا ما كان منهم طوال السنين الماضية. من عظم نعم الله أن من على التتار بالإسلام فأصبحوا إخوانا لنا، فلا يجوز لمسلم أن يشر سيفه في وجه أخيه، بل يجب علينا أن نقاتل هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله وباتفاق أئمة المسلمين. فكل طائفة خرجت عن شريعة الإسلام وجب علينا قتالها حتى وإن نطقت بالشهادتين. فالمسلم المقر بالإسلام إذا امتنع عن أداء الزكاة مثلا وجب علينا قتاله، وذلك مثلما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع مانع الزكاة. نعم يا إخواني، يجوز للمسلم أن يزوجه وأن يتزوج منه، ويجوز له أكل ذبائحهم، فهم إخوان لنا في الدين. هناك آية نزلت في أهل الطائف وكانوا قد أعلنوا إسلامهم وصلوا وصاموا، ولكنهم كانوا يتعاملون بالربا، فأنزل الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الجهاد. الله أكبر. الله أكبر. نحن وراءك يا تقي الدين. أيها الناس. أيها الناس، قد جاء يوم إعلاء راية الإسلام، فقاتلوا هؤلاء المعتدين، وإن حملوا كتاب الله على سيوفهم فهم إنما يقاتلون باسم جنكيز خان، أما أنتم فإنكم تقاتلون باسم الله. الله أكبر. 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 الله أكبر.
سمعت إليه وهو يخطب في الناس وكأنه قد سحرهم فأخذوا يهتفون خلفه: نحن وراءك يا تقي الدين، نحن وراءك يا تقي الدين. استغل الموقف وأصبح من الأبطال. اهدأ اهدأ يا شيخنا، اهدأ اهدأ، فدورك لم ينتهي بعد. أيوة أيوة، اهدأ اهدأ. تطلب من الناس فتح أبواب دمشق للتتار؟ أنا لم أقل هذا. ما الذي قلته إذن؟ قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، والتتار أعلنوا إسلامهم. أتؤيد غزوهم دمشق؟ أؤيد الحق. أي حق هذا؟ أي حق هذا الذي تتحدث عنه؟ القوة التي نحتاجها. هب أن قوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعلنت إسلامها، هل كان سيحاربها؟ تخيل معي أن الفرس أو الروم قد أعلنوا إسلامهم. المسلم الحق لا يفكر في غزو بلاد مسلمة. هو ليس غزوا يا مولاي، بل فتح. سيف الدين، لولا أني أعرف مقدار تأثيرك على العامة لحبستك الآن، ولكن وأسف لا أستطيع فعل ذلك، فأني لا أريد أن تدب الفرقة بين أهل دمشق. اسمع يا منصوري، إني أحذرك، أحذرك أن تكرر ما ذكرته عن التتار. وأنا أيضا أحذرك. لا نعم، أحذرك من شر اسمه أحمد بن تيمية، لقد أصبح الحاكم الفعلي لدمشق، الناس ترفعه على الأعناق وتهتف لحياته. أتدري فيما يفكر؟ أن يأتي هو ورجاله إلى هنا، وليس ببعيد أن يعلن نفسه حاكما على دمشق. ما هذا يا ولدي؟ أتأذنين لي بالجهاد في سبيل الله يا أمي؟ وهل لي أن أمنعك؟ دعواتك يا أمي. في رعاية الله يا ولدي. أعادك الله لي غانما سالما إن شاء الله. إنها فرصته أخذ الأسلحة قبل أن يأتي ابن تيمية هو ورجاله ويستولي عليه. إنها تجارتي. أنا أعلم أنها تجارته، ولكن ابن تيمية لا يهتم بتجارة أو غيره، لذلك عليك أن تخفي الأسلحة، وإن اضطرتك الظروف لبيعه فبيعه بأبهض الأثمان. إنها فرصتك يا أخي فاغتنمها. هيا أغلق المحل وغادر السوق. هيا. ما هذا؟ حانوت بيع الخمور. لن ننتصر على التتار إذا بقي هذا الحانوت كما هو. إنها تجارتي. الشياطين تسكن هنا يا رجل، ألا تعلم أن الله قد حرم الخمر؟ الناس يشترونها للعلاج. لا يصح العلاج من حرام يا أخي. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن خمر اليتامى فأمر بإراقتها، فقيل له إنهم فقراء فقال سيغنيهم الله من فضله. ولقد سئل أيضا صلى الله عليه وسلم عن الدواء المصنوع من الخمر فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. هددني بالسجن وبالقتل. كيف خرجت من القلعة؟ بأعجوبة. أي والله بأعجوبة، لن تصدقني لو قلت لك الحقيقة. وربما أصدقك. أمسكت مسبحتي وقلت
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وبمجرد أن قلت هذا وجدت نفسي خارج قلعة دمشق الحصينة. أي والله. أيمكنك وصف القلعة من الداخل؟ ها؟ أعرفها كما أعرف بيتي. هذا ما أملك، افعل به ما شئت. بارك الله فيك يا أخي. الآن يمكنك شراء السلاح بهذه الأموال التي جمعناها. هجم التطاول على دمشق! هجم التطاول على دمشق! أيها الرجال! أيها المسلمون! أيها الرجال! أيها المسلمون! جاء يومكم! زحف التتار نحوكم! فدعوا الخصومة بينكم! واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا! تذكروا بدر الوحصين! تذكروا ما كان منكم يوم القادسية وعين جالوت! هيا يا رجال! هيا يا رجال! هيا يا رجال! أيها الجندي، هل تستطيع أن تصل إلى الأمير جمال الدين الأفرم؟ نعم. إذن اذهب إليه وقل لو لم يتبقى في القلعة إلا حجر واحد فلا تسلم ذلك الحجر أبدا مهما حدث. أما نحن فسوف نواصل القتال ولن نستسلم أبدا حتى ولو وصل الأمر إلى القتال بالأظافر. أحمد، يجب أن نكون أعقل من الدخول في معركة خاسرة. لماذا لم نبق لنحاربهم؟ نحاربوا من؟ الذين هجموا علينا وأرغمونا على الرحيل. أنت ما زلت صغيرا يا ولدي ولن تدرك ما سوف أقوله لك. أحمد، ما قولك فيما يحدث؟ سوف تسقط دمشق كما سقطت من قبل بلاد الإسلام. لا، لن يحدث ذلك. دمشق ليست أقوى من الأفرم وبغداد. يجب أن نمنعهم من دخول دمشق. كيف؟ سأذهب إلى قازان. أجبنت؟ أتنوي الذهاب إلى الموت بقدمي؟ إنه حتما سيقتلك. سيدك التتار دمشق على من فيها وسيسفكون الدماء، وما من مسلم في الشرق أو الغرب سيشهر سيفه للنجدة. إذن لا مفر من الذهاب إلى قازان. إنه سيقتله. هتخشون القتل؟ هتخشون القتل إذا ذهبتم إلى قازان؟ وماذا إن بقيتم؟ ستهتك حرماتكم. أنسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش في الحديبية عندما وجد أن الصدام يعني الكارثة؟ هيا سنذهب إلى قازان، عسى الله أن يجنبنا بأس التتار. مولاي السلطان قازان، لا مقاومة. نعم يا مولاي، لا مقاومة. الشوارع خالية لاستقبال جنودك يا مولاي. هذا كله بفضل خادمكم سيف الدين المنصوري. أي نعم، أي نعم، بارك الله فيك يا سيف الدين، بارك الله فيك. أهل دمشق يا مولاي تأثروا بكلماته ففتحوا الأبواب أمام جنودك يا مولاي. أصبحت دمشق الآن ملكا لك. دمشق إنها مجرد خطوة في الطريق. هل يطمع مولاي السلطان قازان في حكم مصر؟ بل في المغرب والأندلس. مولاي السلطان يفكر إذن في إقامة خلافة جديدة توحد بين المسلمين؟ سأرسلك إلى مختلف بلاد المسلمين كي تدعو الناس إلى هذه الفكرة. وإمارة دمشق؟ عندما تستقر الأمور سأعطيها لك. Thank you.
انهم يريدون لقاء السلطان الاعظم. هل فتشتهم؟ نعم. اهبطوا من فوق خيولكم. انتظروا هنا. وفد من أهل دمشق. ترى ماذا يريدون؟ لعلهم يا مولاي قد آتوا يدعونك لدخول المدينة، أو جاءوا لإعلان الولاء. أدخلهم علينا. أمرك يا مولاي. ألم أقل لك يا مولاي إن الشيخ سيف الدين المنصوري قد عبأ الناس لاستقبال جنودك؟ بارك الله فيك يا منصوري. تفضلوا، مولاي السلطان الأعظم قازان في انتظاركم. انتظر هنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا أنكم قد أعلنتم إسلامكم. نعم. ألا تعلم إن كنت مسلما أن الإسلام ينهاك عن غزو بلاد المسلمين وسفك دمائهم؟ إننا نريد إقامة شرع الله. ومن أخبرك أن شرع الله غير مقام على أرض دمشق؟ من يكون الرجل؟ أنا عبد من عباد الله. إنه أحمد بن تيمية الذي كان يدعو الناس لقتال جنودك. سامحك الله يا منصوري وأنت يا صدر. كنتم تغرون بي العامة زاعمين أنكم تغضبون لله. أين غضبكم لله إذن؟ أين تشامخكم وحميتكم التي كانت بالأمس؟ مولاي اقبل على هذا الرجل ومن معه، فإنهم يضمرون لك الشر. تحدث يا هذا. إن الله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هل وجدت في أهل دمشق ما يدعوك لقتالهم أيها الملك المسلم؟ ألم تقف في الأسواق وتدعو الناس للجهاد؟ ما حكم الله في الفئة المسلمة التي تبغي على فئة مسلمة أخرى؟ ألم يأمرنا الله بقتال التي تبغي؟ الله تعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولم يقل جاهد المسلمين. بماذا أرد؟ حدثني. أنا أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون كما بلغنا. أبوك وجدك كان كافرين، وما عمل الذي عملت؟ كيف ستواجه الله عز وجل يوم القيامة وأنت تشهر سيفك في وجه المسلمين ومنهم من هو أفضل عند الله منك؟ اقتله يا مولاي، اقتله تنفيذا لحكم الله في من يخرج على السلطان ومن يبغي الفتنة في الأرض ومن يريد أن يفرق الأمة التي اجتمعت اليوم على الولاء للسلطان الأعظم قازان. لو أن الله قد كتب لي الموت على يد قازان فلن يمنعه أحد عني. اجمع ثيابك، فالسلطان سيقتله الآن والدماء قد تلوث ثيابنا. اجلس يا أحمد. أستأذنك أن تجلس.
أحضر الطعام لضيفي العزيز. أمرك يا مولاي. إذا طلب منك السلطان أن تأكل فلا تأكل قبل أن يأكل هو، فالطعام قد يكون مسموما. ماذا تريد يا أحمد؟ ترجع عن دمشق. سأفعل. وماذا عن الأسرى؟ الأسرى؟ لابد أن الكثيرين من أهل دمشق قد وقعوا في أيديكم. سأتركهم. نعم، سأترك كل أسرى المسلمين. وماذا عن النصارى واليهود؟ دع هؤلاء لي، إنهم أهل ذمة، وهم أيضا من أهل دمشق، وليس من حقنا تركهم. سأطلق سراحهم أيضا. ما الذي يحدث؟ لقد أكل السلطان. لماذا لا تأكل؟ كيف أكل من طعامك هذا وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس؟ أدعو الله أن يغفر لي. اللهم إن كان عبدك هذا إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك، فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد. وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله، فأذله وزلزله ودمره واقطع دابره. آمين. أيها الناس رددوا خلفي، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، صدق وعده، وأعز جنده، وأعز جنده، وهزم التتار وحده، وهزم التتار وحده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيعقل هذا؟ أيعقل ما فعله السلطان الأعظم قازان؟ لا أحد يعلم ماذا يدور في رأس السلطان. فليخبرنا إذن فيما يفكر فيه. تظنون أن ابن تيمية قد سحرني بكلماته ليسمح لي مولاي السلطان دون غضب؟ هذه هي الحقيقة، لقد سحرك هذا الدعي بكلام. لا، بل يجب على رجال السياسة ألا يبوحوا بما يدور في رؤوسهم. نحن أقرب الناس إليك ونريد أن نعرف ماذا يدور في رأسك. عما قريب ستعرفون ما أفكر فيه. السلطان الناصر محمد بن قلاوون أمر بالدعاء لك فوق جميع منابر مصر والشام في خطبة الجمعة القادمة. بارك الله فيه. لقد أقسم السلطان أن يجزل لك العطاء، ولكن الشيخ
ابن دقيق العيد أخبره بأنك لن تقبل الهبات أو العطايا أو المناصب. بارك الله في ابن دقيق العيد، فهو من خير العلماء. لقد أعلن السلطان أنه سيجعل لك الكلمة القاطعة فيما تشير به، وسيكون لك الرأي الحاسم في من يتولون المناصب الكبيرة. أنا لا أريد هذا ولا ذاك. ماذا تريد إذن؟ أريد العدل، فهو همي الأكبر. أترى الظلم في الطرقات؟ أراه في السماح بفتح الحانات. ستسأل عن ذلك يوم العرض الأعظم. تغلق الحانات في دمشق. ماذا تريد أيضا؟ أريد نشر الكتاتيب في كل مكان، وتشجيع حفظة القرآن والحديث. لك مطلق الحرية في فعل ما تراه. من رأيي أن تأمر بقتلهم ثم تعيد رؤوسهم لقازان. لا، قتل الرسل عمل لا يليق بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون. قتل الرسل معناه إعلان الحرب من جديد، ونحن جاهزون ونستطيع التحرك بجيوشنا تجاه دمشق. ولماذا؟ لماذا ندخل معركة لا عائد من ورائها؟ الأمير سيلار يخشى قوة تتار. لست أنا يا بيبرس الجاشنكير الذي يهاب المعارك. بيبرس سيلار، وصل الأمر إلى الاختلاف أمامي. ما رأي قاضي مصر ابن دقيق العيد؟ يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. إذن نقابلهم، أدخلوا رسل قازان. السلام على مولانا السلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه هدايا أرسلنا بها السلطان الأعظم محمود، فلا تفضل مولاي السلطان الناصر قلاوون بقبولها. وهذه رسالة يا مولاي من أخيك السلطان الأعظم قازان، أقصد محمود. السلطان قازان يريد فتح صفحة جديدة معنا. إنها دعوة للصلح يا مولاي السلطان. ربما تكون من قبيل الحيلة والدهاء. إن السلطان قازان ما زحف على بلاد الشام غازيا أو باغيا، ولكن ردا على عدوان عسكر الشام التابعين للسلطان الناصر، وهو الذي بدأ المعركة. إن جنديا واحدا لم يتحرك من مكانه. يا مولاي السلطان قازان، أقصد محمود، خرج إلى دمشق وكان بوسعه لو أحب أن يحتله. نعم، كان بوسعنا احتلال دمشق، لكن السلطان الأعظم محمود آثر العودة حقنا للدماء وحرصا على البلاد ألا تخرب. والشيخ تقي الدين ابن تيمية، لو كانت نية السلطان هي غزو دمشق، ما فكر في لقاء ذلك الشيخ الذي تتحدث عنه. ثم منذ متى والسلاطين يستمعون لكلام الشيوخ؟ الشيخ ابن تيمية مبالغات يا مولاي، مبالغات. نائبكم على دمشق لم يستطع الصمود أمام جنود التتار، فأرسل ذلك لابن تيمية كي يتوسل إلى السلطان الأعظم قازان كي يبتعد عن دمشق. نعم يا مولاي، جاء وأمامنا ليتوسل إلى السلطان قازان أن يبتعد عن دمشق. هذه الحقيقة يا مولاي. فكم حذرتك من جمال الدين الأفرم. بيبرس، لا يصح مناقشة هذا الأمر أمام ضيوفنا الكرام. الأمير سيلار نائب السلطنة سيرافقكم طوال وجودكم بالقاهرة.
العشاء جاهز يا ولدي. يا أماه، ألا تعرفين ولدك؟ إنه يزهد الطعام. أحمد يا ولدي، إلى متى لا تشاركنا الطعام؟ أنا لا أفعل ذلك عن قصد يا أمي، ولكن ستأكل معنا اليوم. هذا أمر لا تستطيع الفرار منه. كل ليلة أضع له الطعام في غرفته، وعندما أستيقظ في الصباح أجده كما هو، لم يقترب منه. أتعرفين لماذا لا أقترب منه؟ ألا يعجبك؟ لا، ولكن المشكلة أنني لا أراه أمامي. كيف؟ إذا بدأت العبادة شغلتني العبادة عن كل شيء، فلا أسمع ولا أعقل إلا ما أفعل، وإذا بدأت القراءة والكتابة حدث لي نفس الشيء. لا مفر الآن، فالطعام أمام عينيك. هيا هيا يا أبنائي إلى الطعام. هيا. هيا. نسيت الماء، سأحضره حالا. قولوا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. كأن أحدا بخيلا قد عرف موعد طعامنا فجاء إلينا. يا عبد الله، إنك إما أسأت الظن وإما اغتبت، فانتظر حتى نعرف من الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمير الأفرم يريد لقاءك على عجل. الآن؟ معذرة لأني طلبتك في هذا الوقت المتأخر من الليل، لكن الأمر لن يحتمل التأخير. التتار عادوا مرة أخرى. غير معقول هذا. جنودهم يتحركون ناحية دمشق. ربما كبيرهم عقد اتفاقا مع أمير العرب حسام الدين بن مهنا. أي اتفاق هذا؟ يحارب معهم، وفي نفس الوقت أرسل قازان للسلطان الناصر قلاوون سفراء من أجل السلام. ولكن قازان وعدني. لا وعد ولا عهد لمثل هؤلاء. أنت على يقين من هذه الأخبار؟ أخبار مؤسفة ولكنها صادقة. والعمل؟ ستذهب أنت إلى مصر برسالة مني للسلطان الناصر قلاوون. والأمير حسام الدين وأهل دمشق؟ لا، الأمير حسام اتفق مع قازان، ولا أظنه أبدا يتراجع عن موقفه هذا، لا سيما وأنه لا يكن العداء للسلطان الناصر. أما أهل دمشق فهم جميعا يلتفون حولك ويستمعون لنصحك، ولعل كلمة واحدة تشعل فيهم لهيب الجهاد. أتعتقد أن السلطان الناصر سيخرج للحرب والدفاع عنه؟ أنت أقدر الناس على إقناعه بذلك. أحمد، أرجو أن تعود بسرعة من مصر، لأنه ثمة قضايا تنتظرك هنا. قضايا؟ نعم، هل تصدق أن بعض التجار من اليهود امتنعوا عن دفع الجزية؟ كيف هذا؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم عهدا بذلك. فليأتوا به إن كانوا صادقين. أعطوني إياه. ها هو. Thank you.
هذا عهد لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفت هذا؟ إن جاهلا بأصول اللغة هو الذي كتب هذا العهد. إنها مليئة بأخطاء النحو والصرف وبالألفاظ الركيكة التي لا تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم أو من فم أحد من أصحابه. انظر، تاريخ هذا العهد هو عام خيبر، ومن شهود العهد سعد بن معاذ. وهل في ذلك شيء؟ سعد بن معاذ توفى قبل خيبر بسنتين وبضعة أشهر. إذن فهذا عهد لا أصل له. نعم. ماذا أفعل معهم إذن؟ ماذا أفعل؟ فليعودوا لدفع الجزية مرة أخرى، فالجيش الآن في أحوج ما يكون للمال، وما فرضت عليهم الجزية إلا مقابل الدفاع والذود عنهم. كانوا رجالا كالجبال، وكلما هبت رياح الظل يوما لا تميل، فلهم عزائم لا تدين، وإنما اشتد عزما لو أدانا المستحيل. كانوا رجالا كالجبال، وكلما هبت رياح الظل يوما لا تميل، فلهم عزائم لا تدين، وإنما تشتد عزما لو أدانا المستحيل. شقوا بسيف الحق أتباع ليسود نور العدل بين العالمين، بيد حديد أو قلوب لا تنام، بعين طفل لو رأت دمعا تلين، أصحاب علم أو دعاة للسلام، كانوا كتابا نهجه دنيا ودين. كانوا رجالا كالجبال، وكلما هبت رياح الظل يوما لا تميل، فلهم عزائم لا تدين، وإنما تشتد عزما لو أدى فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء. أكبر
هذا الضلال ليسود نور العدل بين العالمين بيد حديد أو قلوب لا تنام في عين طفل لو رأت دمعا تلين شقوا بسيف الحق أكباد الظلام ليسود نور العدل بين العالمين بيد حديد أو قلوب لا تنام في عين طفل لو رأت دمعا تلين أصحاب علم أو دعاة للسلام كانوا كتابا نهجه دنيا ودين كانوا رجالا كالجبال وكلما هبت رياح الظلم يوما لا تميل فلهم عزائم لا تلين وإنما اشتد عزما لو أتى المستحيل كانوا رجالا كالجبال وكلما هبت رياح الظلم يوما لا تميل فلهم عزائم لا تلين وإنما اشتد عزما لو أتى جميلة هي مصر يا مولاي السلطان بالرائعة الجمال نيلها ونسيمها وأهلها وليلها ونهارها وجندها خير جند الأرض يا مولاي لذا أريدهم في جيشي لن يحدث هذا إلا إذا سقطت مصر في يدك يا مولاي ولن تسقط مصر إلا إذا سقطت دمشق النصر قلهون اطمأن تماما يا مولاي أرى يا مولاي أن نهجم على دمشق قبل أن يصل النبأ إلى الناصر قلهون يجب أولا أن نشغل الناصر قلاون عن أمرنا تماما هذه ثمرة سفرنا إليه لا يا منصوري هناك أشياء ستشغل قلاون عنا تماما مثل ماذا يا مولاي مثل صراعه مع سلار وبيبرس سلار نائب السلطة في مصر وبيبرس الجشنكير قائد الجيوش كلاهما يطمع في كرسي السلطان لقد أحسست ذلك في بيبرس يا مولاي نعم هو يريد أن يصبح كالظاهر بيبرس شتان بين الاثنين الظاهر بيبرس حامي حمى السنة وقائد معركة عين دعه يا صدر أكمل يا منصوري قائد معركة عين جالوت التي هزم فيها التتار مولاي إنك أعلنت إسلامك معذرة يا مولاي أنا لم أكن أقصد لا 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 تبحث عن مبرر لحديثك يا رجل دعوني الآن دعوني وحدي أريد أن أفكر في أمرين الحرب وابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية يعني دمشق لا 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 يا مولاي لا ليس إلى هذا الحد
دع أمر ابن تيمية لي أنا والمنصوري، فنحن كفيلان بالقضاء عليه. نعم نعم يا مولاي السلطان، نحن كفيلان بالقضاء عليه. هيا هيا ودعوني وحدي. مرحبا بك على أرض الكنانة. جئت إليك يا مولاي السلطان برسالتين. الأولى من نائبنا على دمشق جمال الدين الأفرم. نعم يا مولاي، والثانية من أهل دمشق. ماذا يريدون؟ يريدون حمايتهم من عدو غادر. خطر التتار انتهى. لا يا مولاي، إن قازان لا عهد له ولا وعد. أين رسالة الأمير الأفرم؟ هل الأفرم على يقين من هذه الأخبار؟ نعم يا مولاي. وما أدراك أنت بنعم أو لا؟ أنت رجل دين ولا علاقة لك بالحرب. القاضي زين الدين بن مخلوف لا يقصد الإساءة إليك. إنني لا أريد التعجل بالخروج قبل أن يتم الاستعداد لكي لا تتكرر الهزيمة. هذا اعتذار يا مولاي أم؟ أم ماذا يا ابن تيمية؟ دعني أحدث السلطان. دعه يا بيبرس. إذا كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته، أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. أداب الحديث مع السلطان لا تبيح لك. دعه يا ابن مخلوف. أكمل يا أحمد. لو قدر يا مولاي أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكا، واستنصركم أهله، لوجب عليكم النصر. فكيف وأنتم سلاطينه وحكامه، وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنه؟ الأمر جد صعب يا ابن تيمية. إعداد الجيش للقتال يختلف عن إعدادك لخطبة يوم الجمعة. أرجو أن يتذكر مولاي السلطان قول الله تعالى في محكم آياته: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إن الناس تنتظرك في جامع عمرو، فما رأيك أن تذهب إليهم؟ معذرة أيها الشيخ الفاضل، فإخواني في دمشق ينتظرون عودتي في أسرع وقت. إذا أذن لي مولاي السلطان أن أعود مع البريد إلى دمشق. لا أستطيع إرغامك على البقاء في مصر، وإن كنت أتمنى ذلك. ماذا قلت؟ عندما تصل هذه الرسالة إلى الأفرم فإنه حتما سيأمر بسجن ابن تيمية. سيف الدين يا أخي، أرى أن الرسالة وحدها لا تكفي. رسالة من السلطان قازان لابن تيمية يشكره فيها على تعاونه مع جنود التتار، ألا تكفي لإقناع الأفرم؟ أرى أن نرسل بهدية ثمينة لبيته. ترفضها؟ علينا أن نستغل عدم وجوده في بيته ونرسل الهدية. ها؟ أيوة. مولاي السلطان، لقد نطق ابن تيمية بالحق، ولكنه لا يعي خطر المبادرة بمواجهة التتار. لو انتظرنا حتى تسقط دمشق لأصبح الحال أصعب بكثير مما نحن عليه الآن. فيبرس أكد لي أن الجيش جيشنا يمكنه المواجهة، ولا صحة لما ذكره بيبرس. كيف؟ في عين جالوت يا مولاي مثلا. عين جالوت، عين جالوت، لقد انتهى عصر عين جالوت. ولماذا لا نعيده مرة أخرى؟ الزمان قد اختلف. لكن الإنسان كما هو لم يطرأ عليه أي تغيير. اليد هي هي، واللسان كما هو، والعقل كما هو. يا مولاي السلطان،
إن نجدتك لأهل دمشق هي نجدة للمسلمين، وإن عدم خروجك للجهاد هو التولي يوم الزحف. والله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. غير معقول، غير معقول. ابن تيمية، أيها الحاجب، أمرك يا مولاي الأمير. فتشوا دار ابن تيمية، فإن وجدتم رسالة من قزان أتوني بها. أمر مولاي. ابن تيمية، هل طلبنا مولاي السلطان؟ نعم، إنها المرة الأولى التي أرى في عينيك هذا الغضب. ألم تخبرني من قبل بأنك ستقضي على ابن تيمية؟ ابن تيمية؟ أجل، اهدأ اهدأ يا مولاي، اهدأ، فأنا لا أحب أن أراك غاضبا هكذا. لقد بدأت الخطة بالفعل. نعم، بدأت الخطة بعدما سافر للناصر قلاؤون ولرجلنا حسام بن مهنا. حسام بن مهنا مع أهل دمشق. ما الذي جعله ينقلب علينا هكذا؟ أو تسألني؟ إذا بليه واسأل. وأنت، لم أستفد منك شيئا منذ قربتك إليه. إن خطة القضاء على ابن تيمية تنفذ الآن. لو أن ابن تيمية عندي لضمنت فتح العالم. لا لا يا مولاي، ليس إلى هذا الحد. ألا يكفيه إقناع حساما بالعدول عن رأيه؟ هذا هو الذي يجب أن يشغلنا الآن، الحرب وليس ابن تيمية. نعم يا مولاي، أما هذا لابن تيمية فدعه لي. دعه لي، دعه لي، منذ سنوات وأنت تقول لي دعه لي. مولاي السلطان، مولاي السلطان، سترى بنفسك ماذا يحدث له. دعوني الآن، أريد أن أفكر في ابن تيمية. هيا هيا. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أدري يا أماه، ربما قد يكون حدث خطأ. أماه، لا إلهي، وجدتها زين. هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك مثل ما قلت. ماذا حدث؟ هل أقنعت الناصر قلاؤون بالحرب معنا؟ إذن فقد فشلت مهمتك. نعم، ولكني ذهبت إلى مصر لإضاعة الوقت فقط. ماذا حدث؟ ولماذا تحدثني هكذا؟ هلك من ذكي، تخفي دوما خيانتك وراء ستار من الشجاعة. خيانتي؟ ما رأيك في هذا؟ هذه وشاية. أنت لا تملك غير هذه الإجابة. لست أنا الذي يخون، أنا لا أريد الدفاع عن نفسي، ولكن دعني أقول لك، لما الخيانة والأمر واضح؟ هل أنتظر القصر الفخيم والجواري والأموال؟ هل أنتظر المنصب والجاه والسلطان؟ يؤسفني أن أخبرك يا مولاي الأمير بأن هذه الأشياء لا تروق لي، لأنني أطمع فيما هو أعظم من ذلك كله بكثير. الدنيا زائلة يا مولاي، أما الآخرة فهي الأبقى.
لست أبلها كي أشتري الدنيا وأبيع الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وبما تفسر وجود هذه الرسالة ومعها هذه الهدية الثمينة في بيتك؟ وشاية ولا ريب، يرسلون بها إلى بيتي أثناء غيابي، ثم يرسلون إليك لإخبارك بوجودها. لماذا تأخرت في العودة إلى دمشق؟ لأنني ذهبت إلى الأمير حسام بن مهنة. حسام بن مهنة؟ نعم. لعله رفض أن يأخذ بمبدأ الحياء. بل وافق يا مولاي الأمير. لن يدخل الحرب مع قازان ضدنا؟ بل سيحارب معنا. ماذا؟ لقد وفقني الله تعالى في إقناعه بذلك. هذا أكبر دليل على براءة ساحتك. مولاي، ماذا وراك يا حاجة؟ رسالة من السلطان قلاون. الحمد لله، السلطان قلاون سيحارب معنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الجنود يريدون سماعك يا أحمد. اصعد إلى مرتفع حتى يراك الجميع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الجنود، هذا شيخكم أحمد بن تيمية يريد أن يتحدث إليكم، فاستمعوا له. أيها الناس، أيها الناس، يا عباد الله، الله أكبر، والعزة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. الله أكبر، ولن يخلف الله وعده، فهو القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قولوا لي، من أوفى بعهده ووعده من الله تعالى؟ الله أكبر، الله أكبر. ووالله وأقسم بالله تعالى الذي لا إله إلا هو، إنكم لمنصورون عليهم، إنكم لمنصورون عليهم، إنكم لمنصورون عليهم. رددوا معي: الله أكبر، 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 الله للمصيبة. هدئ من روعك يا مولاي، الشيخ هناك يقود المعركة وأنت هنا تردد. هدئ من روعك يا مولاي، لقد علمت أنه يفعل ما لم تفعله قادة العسكر. والله يا مولاي لو كنت أعلم فنون القتال. لا تبحث لنفسك عن مبرر، هيا لا أريد رؤية وجهك. مولاي أنت هكذا تطردني؟ وهل أخبرك أحد بأنني لا أعي ما أقول؟ تطردني بعد كل ما قدمته لك؟ قدمته لي؟ ما الذي قدمته لي؟ إنك لم تعطيني سوى وعود كاذبة، وعود كاذبة
سأعبئ نفوس أهل دمشق، سأقضي على ابن تيمية كلمات لا فائدة منها سوى البقاء هنا والتمتع بما نعطيه لك. مولاي هيا، لا أريد سماع صوتك أو رؤية وجهك. صدر أمرك يا مولاي. أخرج هذا الرجل من هنا. ولكن يا مولاي. لا أريد سماع صوتك. هل يسمح لي مولاي؟ نفذ ما أقول لك وإلا. لا لا يا مولاي لا، أنا رهن إشارة مولاي. هيا هيا يا منصورية، هيا تلك رغبة مولاي سلطان. هيا هيا هل يأمر مولاي السلطان بشيء آخر؟ هذه الجائزة أمر بها السلطان الناصر محمد بن قلاوون. لمن؟ لمن فاقت شجاعته شجاعة الجنود وأبلى بلاء حسنا في الجهاد. أنت يا تقي الدين. كل هذا لي أنا؟ نعم لك أنت. ولكن أخبرته أنك سترفض المال. لا يا مولاي الأمير، لن أرفض الجائزة. مجنون هو ولا ريب، يأمر لمن يسبنا فوق منابر دمشق بالهدايا والمكافآت. لا أدري ما الذي يعجبه في ابن تيمية. أتدري يا بيبرس أن الشيخ سيف الدين المنصوري قد أرسل لابن مخلوف مجموعة من فتاوى ابن تيمية، ولما قرأناها معا بإمعان وتمحيص اكتشفنا أنه جاهل بأمور العقيدة. لو صح قولك هذا يمكننا إحضاره هنا ومحاكمته. وهل يوافق السلطان على ذلك؟ دع هذا الأمر لي، فالسلطان لا يستطيع أن يرفض لي أي مطلب مهما كان، فهو يعلم تماما أن الجيش في يدي وأن أمور البلاد قد أصبحت في قبضتي. أخشى ما أخشاه يا بيبرس أن يدبر لك أمرا في الخفاء. لا تخف، فعيوني ترقبه ليل نهار. بلغني أن هذا التاجر قد كسبت بضاعته. أعطيه هذا. أخي هذا بيت أرملة تجري على أيتام. أعطيها هذا. وأنت يا ابن القيم الجوزية. أسميتني ابن القيم الجوزية مع أن اسمي محمد ابن أبي بكر. أليس والدك هو قيم المدرسة الجوزية؟ بلى. إذن فأنت ابن القيم الجوزية. لو اشتهرت بذلك الاسم ستكون أنت السبب. أعطي هذا لأبيك. ولكن فليقسمها على طلاب العلم غير القادرين في المدرسة الجوزية. بارك الله فيك يا شيخنا. أعطي هذا للرجل الذي أرقنا له الخمر. إنه يتاجر الآن في الأقمشة. بارك الله في تجارته. ألم تحتفظ لنفسك بشيء منه؟ لو أعلم أنني سوف أحتفظ بدرهم واحد منها ما أخذتها. هذا هو الزهد بعينه.
لا يا ابن القيم، ليس الزهد، إنما الزهد عندي هو ترك أي شيء وكل شيء لا ينفعك في الآخرة بشيء. هذه مجموعة فتاوى وصلت إلينا من دمشق، وهي منسوبة للشيخ أحمد بن تيمية. بارك الله فيك. ولكن يا مولاي، هذه الفتاوى تخرج صاحبها من ملة الإسلام. أجننت؟ تتهم بالكفر من هو أعلم منك؟ والشيخ زين الدين بن مخلوف لا يقل علما عن ابن تيمية. إن كان كذلك فلما يتهم الرجل بالكفر؟ أنا لا أتهمه يا مولاي، ولكني أقر حقيقة تؤكدها هذه الفتاوى. أتظن أنك تستطيع أن تحكم في قضية كهذه؟ من الأفضل يا مولاي أن ترسل للعلماء كي العلماء كلهم أقروا ما قلته لكم، وهذه يا مولاي رسالة بذلك موقعة من الشيخ نصر الدين المنبجي والشيخ صالح الصواف وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة. ولو أن الشيخ ابن دقيق العيد كان على قيد الحياة لأقر ذلك هو أيضا. رحمه الله، كان عالما عابدا وكان يحب ابن تيمية. لو كان قد اطلع على هذه الفتاوى لأبغضه وأحل قتله. لهذه الدرجة؟ والذي لا تدركه يا مولاي السلطان أن هذا الرجل يسيء إلي وإلى نائبك سيلار من فوق منابر دمشق. إن ابن تيمية يا مولاي يمسي ويصبح مشغولا بأمور الدنيا والسياسة أكثر من انشغاله بأمور الدين والشريعة. يجب أن نرسل إلى نائبك جمال الدين الأفرم كي يقبض عليه. لا، نحن لا نريد القبض عليه فقط، بل نريد محاكمته هنا في مصر. محاكمته والقبض عليه؟ لما؟ ما الذي فعله الرجل كي يحدث له كل هذا؟ تحدث عن صفات الله تعالى وحاول تفسيرها، والفقهاء كلهم أجمعوا من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في صفة الرب عز وجل دون تفسير أو وصف أو تشبيه. فمن فسر ذلك اليوم فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وفارق الجماعة. أما ابن تيمية لعنة الله عليه فهو يجلس ليتحدث عن يد الله ويمينه والعرش وعن سمعه وبصره. إن كان هو على حق فالقاضي سيبرئ ساحته، وإن كان مذنبا فالسجن أولى به. لا، بل هو حد المرتد. يا إخواني. يا مولاي، يا مولاي، دعه للعلماء وابتعد أنت عن هذه المشكلة. نعم، يجب أن تنهى بنفسك بعيدا عن هذه المشكلة يا مولاي، حتى لا يتهمك أحد العلماء بحماية الخارجين عن الدين. الكفرة، قلها بلا تحرج يا سيدي الأمير سيلار. إن العلماء جميعهم سيعلنون اعتزالهم القضاء والتدريس والفتوى إذا رفضت يا مولاي إحضار ابن تيمية إلى هنا. هذا اتهام باطل. أعلم ذلك جيدا. إنهم يريدون بذلك ألا تتلى آيات الله وأحاديث نبيه التي تتعرض لأسماء الله وصفاته، بحجة أن هذا يضر بالمسلمين. كيف؟ أيريدون أن نحذف من القرآن الكريم وهو السميع البصير؟ أيريدون أن نحذف وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم؟ أيريدون أن نحذف ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ هذه مسائل معقدة جدا، وأنا أدرك
أنك تستطيع شرحها وتفسيرها لابن مخلوف والمنبجي وغيرهم من العلماء الذين يطالبون بمحاكمتك. إنني على استعداد للسفر. لا لا، لن تسافر. كل ما عليك أن تكتب الرد على اتهاماتهم الموجهة إليك، وأنا سأقوم بإرسالها إلى الناصر قلعون. كلا أيها الأمير، بل إنني سأذهب إلى مصر. أخاف عليك، أخاف عليك من فتك المماليك، فأنت دائما تهاجم نائب السلطان في القاهرة ورئيس جنده ببرس. ويؤسفني أن أخبرك بأن مقاليد الحكم في يد الرجلين. إن نائب السلطان في القاهرة يحمي اللصوص والفتاك والشطار والحرافيش ويمتلك الحانات ودور البغاء. هذه هي الحقيقة. وبيبرس يتحكم في كل شيء حتى في طعام السلطان. من أخبرك بهذا كله؟ بيتي مليء برسائل أهل مصر. إنهم يعيشون أسوأ عصر. اختلطت الأمور وابتعد الناس عن شرع الله، وساد الزيف والبهتان، وسيطرت الخرافات على عقول عامة الناس. هذه أمور سياسة. بل هو الدين ذاته. إن مقصد الدين هو إصلاح الناس أيها الأمير. لا، من الأفضل أن تبقى هنا. لكنني ما تعودت الهرب أبدا. ليس هربا، إنما أيها الأمير سأسافر. هكذا تكون النهاية. أتحول إلى رجل من عوام الناس ويقطع عني راتبي. راتبي. اهدأ يا شيخنا، اهدأ. وأعدك بأنني سأحدثه في أمرك، ولكن ليس الآن. تعلم أن الهزيمة التي لاحقت به قد جعلته حزينا يميل إلى الوحدة. ليتك تفكر في أمر يدخل السرور عليه. لقد فكرت ونفذت. أخبرني بما فعلت. ابن تيمية. ماذا به؟ سيحكم عليه بالموت في مصر. ها؟ نعم. حقا؟ نعم حقا. اقتلوا الكافر. اقتلوا الكافر. اقتلوا الملعون. اقتلوا الملعون. اقتلوا الكافر. اقتلوا الكافر. اقتلوا الملعون. اقتلوا الملعون. قل لي يا ابن مخلوف، من دفع لهؤلاء؟ لا عليك. يا تقي الدين، مع أني لا أراك بالتقي ولا أرى فيك أي دين، أنت متهم بالتطاول على الله تعالى. استغفر الله العظيم. إلا بالله. وبأنك تحدثت عن صفاته تعالى من غير علم، وفسرت قرآنه تعالى على هواك، فما قولك؟ أجب عن كل هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أصحابه أجمعين. أجب ولا تخطب. من يكون قاضي؟ ألا تعرفني؟ أنا زين الدين ابن مخلوف. كيف تحكم في وأنت خصم؟ أنا لن أجيبك. إذن فقد حكمت عليك بالسجن. الله أكبر. آه يا بيبرس، كنت أود أن يدافع عن نفسه. وأنا كنت أود حضور المحاكمة. بقاؤك هنا أفضل لك. أنا الذي أحدد ذلك. بل نحن. وإياك أن تناقشنا مرة أخرى في هذا الأمر. إنني اسمع يا ناصر، إن جنودنا تحيط بالقلعة ونستطيع عزلك في أي لحظة، فاصمت. اصمت وإلا لكم ما شئتم.
المشكلة أن ابن مخلوف لم يحدد مدة السجن، ولكنه سمح لأخوي الرجل الدخول إلى السجن معه. سمح لهما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ليتني ما أرسلت للأفرم. الأفرم؟ يجب عزل الأفرم من منصبه. فكرة لا بأس بها. اسمع، اكتب أمرا سلطانيا الآن وأعطيه للسلطان ليوقع عليه. لكن الأفرم قدم خدمات. لا تناقش. وابن تيمية؟ دعه الآن. يجب أن تضع في اعتبارك أن أهل مصر يحبون الرجل، والإفراج عنه إذا كان بأمر أحدنا فربما زاد ذلك من حبهم لنا. ولكن الهتافات التي كانت... أنت وأنا أعلم بحقيقة الهتافات من أي امرئ آخر، أما جمهرة أهل مصر فلأنهم يحبون ابن تيمية ويوقرونه. إذن اجمع الشيوخ وشاورهم في الأمر. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ترى ما حال أمنا الآن؟ هون عليك يا أخي، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي يدبر أمرها. أي ظلم من هذا؟ أي ظلم من هذا؟ نحن ولله الحمد في عظيم الجهاد. السجن من نعم الله علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا ليس سجنا، هذا ليس سجنا، إنه العذاب بنفسه. منذ متى ونحن نطلب الماء للوضوء؟ يمنعون عنا الماء كي نتوضأ في أنهار الجنة. إن أحدا لا يعرف إلى متى سيكون هذا السجن. الله وحده يعلم. لماذا تأخذ الأمور ببساطة هكذا؟ هون عليك يا أخي، هون عليك. فنبي الله يوسف الذي هو أعظم مني ومنك سجن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرته قريش وفرضت عليه ما هو أشبه بالسجن. ما زلت صغيرا يا أخي، فحتى الآن لا تدرك أنه لا معنى لحياة ليست محفوفة بالخطر والشدة. نسيت ما حدث لأنبياء الله وهم أنبياء الله؟ نسيت ما حدث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؟ نسيت سعيد بن جبير وما حدث له؟ أنسيت الإمام أحمد والشافعي؟ الأمير سلام. ابن تيمية، كنت في حرب التتاري فارسا شجاعا شديد البأس، وحتى صفوف المسلمين وقاتلت معهم، وهذا هو السبب الذي دفعني لإقناع الشيخ ابن مخلوف بالعدول عن حكمي. لقد وافق الشيوخ بالإجماع على الإفراج عنك،
على أن تتعهد بالاعتذار إليهم جميعا وإلى الشيخ ابن مخلوف أمام حشد من الناس. وهل أخطأت لكي أعتذر؟ هذا شرطهم. إن هؤلاء الشيوخ يريدون إذلالي فقط. ألم تسمع اتهام ابن مخلوف لي بأنني لست تقي الدين؟ أي سخرية تلك؟ أحمد، لقد اقترب عيد الفطر المبارك، وأريدك أن تحضره مع أمك المسنة. إذا وافقتني سأضمن لك عدم تعرضهم مرة أخرى. السجن أحب إلي مما تدعوني إليه. كف عن العناد يا ابن تيمية. ليس عنادا، إنما هو الحق، فلتعتذر. فليعتذر هو لي، لقد ظلمني وادعى علي بالكفر، وهو يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وأنا على يقين من أنها قد رجعت عليه لثقتي بإيماني بالله تعالى. أنت تعلم أن الشيخ ابن مخلوف لن يعتذر لك أبدا. وأنا لن أعتذر له أبدا. أحمد، أنا لا أريد إلا صالحك. حدثه أنت، أخبره أن السلطان الناصر أصبح لا حول له ولا قوة، وأن بيبرس الجاشنكير هو السلطان الفعلي للبلاد، وبيبرس لا يحبك. أما أنا فثمة شيء ما بداخلي يجعلني أميل إليك. أحمد، يا تقي الدين، فكر فيما أقوله لك. لن أعتذر. عنادك هذا سيقضي عليك وعلى أخويك وعلى أمك العجوز في دمشق. أطلبني مولاي السلطان الأعظم خازان؟ أجل، نراهن إشارة مولاي. سمعت أنك تجالس سيف الدين المنصوري. مولاي، إنه ماذا؟ لقد دبر مؤامرة محكمة انتهت بسجن ابن تيمية في مصر. أخيرا. مولاي، إن العفو عن المنصورية. لا تحدثني عنه. سعد. مولاي، أخبره بما علمته عن المنصوري. قد علم مولاي السلطان الأعظم أن المنصوري يحرض الجنود ضده. ضد من؟ ضدي أنا. هذا غير صحيح يا مولاي. الجنود اعترفوا بذلك. مولاي، إنها وشاية ولا ريب، بل هي الحقيقة. صدر، لا تجالس سيف الدين المنصوري مرة أخرى. أمرك يا مولاي، أمرك. هذه رسالة من الأمير حسام بن مهنة، يطلب فيها سرعة الإفراج عن ابن تيمية. سرعة الإفراج؟ ما شأن حسام بن مهنة بشؤوننا؟ وكيف يعطي لنفسه تلك السلطات؟ لا تنسى يا عزيزي بيبرس أن الأمير حسام أصبح من حلفائنا، ولو أننا أغضبناه ربما عاد مرة أخرى إلى قازان. ليس من حق أمير العرب أن يتحكم في شؤوننا. ابن تيمية هو الذي أقنعه بالعدول عن موقفه، ولولا ذلك لخسرنا المعركة. لا تبالغ يا سيلار، ولا تعطي لحسام ابن مهنة أكثر من حقي. لو رفضنا طلبه ربما عاد مرة أخرى إلى التتاري وتحالف معهم ضدنا. موقعة مرج الصفر كانت آخر المواقع التي دارت بيننا وبين التتار، ولن يعود مرة أخرى لمحاربتنا. وحدتنا يا بيبرس، وحدتنا هي التي تخيفهم. أما لو تفرقنا فإن أطماعهم ستنبعث من رقادها. بيبرس، لا تجعل ابن تيمية سببا في هزيمتنا،
كما كان سببا في انتصارنا. بما ستواجه الشيوخ والقضاة؟ الشيوخ والقضاة؟ نعم. دع لي هذا الأمر. أريد الطعام. أريد الطعام. جوعان. جوعان. لقد طلبت الطعام مرارا ولا أحد يستجيب لي. حدثهم أنت يا بيبرز، فهم لا يؤخرون لك طلبا. سنوات طويلة وأنت تأكل ليل نهار، فجرب الصوم. إنني لم أتناول العشاء ولا الفطور. أرجوك يا بيبرز، لا تجعل الأمر يصل إلى هذا الحد. اذهب إلى غرفتك وسوف أرسل إليك الطعام. هذه قسوة. سيلار، لقد قسمنا كل شيء بيننا، ويجب ألا تتدخل فيما لا يعنيك. الأمير سيلار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صدق الله العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها هو قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، قد أتى إليك بنفسه لأصحابك خارج السجن. والله إنا نعلم أن ظلما قد وقع عليك، وأنها لمؤامرة لم يقصد بها إلا سجنك. أظن أن حضور القاضي إلى السجن هو أبلغ اعتذار لك. الاعتذار يجب أن يكون باللفظ أيها الأمير. أنا أعتذر لك، وأعتذر بالنيابة عن شيوخ مصر وقضاتها. إنني أدرك جيداً أن ابن مخلوف لا يمثل قضاة مصر ولا شيوخها. أحمد، أنت مخير بين أمرين، إما أن تبقى هنا في مصر أو أن تعود إلى دمشق. المعركة لم تنتهي هنا لكي أعود إلى دمشق. أية معركة تتحدث عنها؟ معركة الحق والباطل أيها الأمير، معركة العدل والظلم. مشكلتك أنك تسعى دائما للمواجهة. ألا نسعى جميعا إلى الهداية؟ لقد سجنت يا ابن تيمية لأن أحدا لا يستطيع جدالك. لن أموت وفوق لساني كلمات يحبسها الخوف. لا 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 لا، أنا لم أفعل هذا. أنا أعرف ذلك يا شيخنا، أعرف ذلك، ولقد أخبرته بذلك، ولكنه ماذا؟ لكنه لم يصدقني. كيف لا يصدق؟ هل تعلم يا سيدي، هل تعلم أنه قد أمرني بعدم مجالستك؟ إيه؟ سيدي الوزير، وهل أطعته فيما أمرك به؟ ها؟ هذه وشاية يا سيدي الوزير. السلطان الأعظم قازان لا يريدكما، انتهت مهمتكما. سيد الوزير، ماذا وراك؟ لقد أمر مولاي السلطان الأعظم قازان بقتل الصقر والمنصور. هذا ظلم، أيحدث لنا ذلك بعد كل ما فعلناه له؟ أتعترضان على أمر السلطان الأعظم قازان؟ نفذ فيهما ما أمرت به. إن السلطان الأعظم قازان ترك لهما فرصة واحدة. ما هي؟ تجريان في الصحراء وأطلق عليكما السهام. إما أن تموتا وإما لا 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 لا، سنهرب. هيا بنا. أيأمرني سيدي الوزير بشيء آخر؟ خذ هذا لك. شكرا لك يا سيد الوزير، شكرا. يا
إياك وأن تبلغ السلطان بما حدث. لا 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 يا سيدي، لست غبيا إلى هذا الحد. رائع، كان لابد أن أفعل هذا، فقد أصبح الصدر خليلا للسلطان. سأقول له هرب في الصحراء. الآن ضمنت بعدهما عن السلطان. هيا هيا، لا تتوقف عن العد. هيا يا رجل. لا أستطيع السير يا شيخنا، إنها مؤامرة قذرة. مؤامرة قذرة. لا تتوقف عن العد. عساك تستنكر هذا كله وتعتبره من البدع والضلالات. ما قرأنا عن هذا في عهد رسول الكريم أو في القرون الثلاثة الأولى التي انتهت بظهور أحمد بن حنبل. هل كل ما استحدث بعد عهد الرسالة والأئمة العظام والصحابة يعتبر بدعة؟ البدعة هي ما استحدث مخالفا لأصل في الشرع. قاضي القضاه وشيخ الاسلام، تحياتنا السلام عليكم. هذا يوم مولد. تحياتنا السلام عليكم. هذا يوم مولد. استغفر الله العظيم، هل تعطل الشرع في ايام الموالد التي لا اساس لها في الشرع؟ هؤلاء يعبدون الله ويذكرونه على طريقتهم، فلا ضير في هذا. ذكر الله لا يكون هكذا. علمنا إذن كيف نذكر الله. من الخير أن نؤجل النقاش في هذه المواضيع الآن. دعه يتكلم، فنحن نريد أن نتعلم منه. إذا أردت التعلم حقا فاستمع إلي. بل استمع إلي أنت. الشيخ نصر الدين من كبار العلماء وذو حظوة عند الأمير ببص. كأنك تدعوني للصمت. ما رأيك في مناظرة بينك وبين العلماء؟ فلتكن الآن إن شئت. صاحبك يتمتع بثقة فريدة في نفسه. أستحلفك بالله أن تجيبني، هل يأمرنا الله تعالى بارتداء مثل هذه الثياب المهلهلة والترنح هكذا يمينا ويسارا؟ هذا هو الزهد بعينه ومداعبة الأفاعي. قدرة من الله يعطيها لمن يشاء من عباده. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا هيا بنا، فأنا لا أستطيع مشاهدة مثل هذه الأمور. أبطلها أبطلها إذا إن استطعت. الأمير،
حسام بن مهنا. أنا في أشد الحاجة إلى وجودك بجواري. ماذا تفعل هنا؟ لا شيء، لا شيء. انهض واذهب إلى غرفتك. لماذا لا تتحرك؟ الألم اشتد علي، أرجو إحضار الطبيب. أحضروا طبيب السلطان. الفقيه ابن تيمية ينكر الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يأمرنا فيه بالاستغاثة به، وإنما صح عنه النهي عن ذلك. لقد نصح ابن عمه العباس بأنه إذا استغاث فليستغث بالله، وإذا استعان فليستعن به، فما يغني عنه من الله شيء. والآيات القطعية الدالة على ذلك في القرآن الكريم تأمرنا بأن نستغيث بالله وحده فهو المغيث. ليس في هذا ضلال ولا كفر، ولكنه قلة أدب. سامحك الله. سمعنا أن لك بعض الآراء في أتباع السيد أحمد الرفاعي، فحدثنا عنها. إنني أنزه الرفاعي من الانتساب لهؤلاء، إنهم لا يقدمون إلا الدجل المخالف للشرع، فليس من الإسلام مداعبة الأفاعي السامة والدخول في النار والألعاب السحرية التي يقومون بها. من بين الفتاوى التي سجنتك بسببها فتوى بمنع زيارة القبور. زيارة القبور للعظة والاعتبار مستحبة، أما القصد من زيارة قبر أحد الصالحين للدعاء عند القبر فهو لا يجوز، إنه فعل أقرب للشرك والوثنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. خوفك أن يؤدي ذلك إلى الوثنية هو خوف في غير محله، فالناس تعي أن في القبر ميتا، ولكن العامة يؤمنون بأن للرجل الصالح كرامات ومقدرة. ولقد سمعت أكثر من واحد منهم وهو يدعو باسم شيخه. يا ابن تيمية، التبرك ليس هو العبادة بل هو الاستبصار. كلمات ورموز لم أفهمها ولا أصل لها في الشرع. أقلت للناس لا تصلوا في مسجد به قبر؟ اتفق جمهور العلماء أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عليه الصلاة والسلام، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كما اتفق جمهور العلماء أيضا أنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإذا كان القبر قد بني قبل المسجد غير، إما بتسوية القبر وإما بنبشه. نبش القبور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لطفك، اللهم لطفك، اللهم لطفك. أتدعو إلى نبش القبور؟ إنه يدعو إلى نبش القبور. إن خير عقاب الله هو السجن. لا،
بل ينبغي أن يجلد 100 جلدة. يا إخواني تمهلوا، الشيخ لا يقصد. أتدافع عن جاهل بأمور الدين؟ بل أنتم الجهلاء لا أنا. يا ابن تيمية، أنت لا تعرف شيئا عن المواجيد القلبية والأعمال الباطنية، فأنت من أهل الظواهر. أمين الإسلام قول بعضكم إذا سمى المرء في درجة قربه من الله سقطت عنه التكلفة. إنك تأخذ المعنى بلفظه الظاهر لا بمعناه الباطن. قل لي بالله عليك، ما رأيك في امرئ يقف أمامنا الآن ويقول إني كافر بما أنزل على محمد؟ أفي هذا ظاهر وباطن؟ إن العبد كلما ازداد قربا من الله ازداد عبادة وشكرا له. إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين تورمت قدماه من القيام في عبادة الله قالت له عائشة: هون على نفسك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ المشكلة بيننا وبينك أنك من أهل الظواهر، أما نحن فمن أهل الحقائق. كل حقيقة تخالف الشريعة فهي كفر. فالغزالي في إحياء علوم الدين يقول: كل من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. أرأيتم؟ إنه يستدل الآن بالإمام الغزالي. الإمام الغزالي الذي هاجمه وهو في دمشق. إن رأيي فيك لن يتغير، مجادل من غير علم، يغلب عليك حب الرياسة والتباهي. وإني أرى يا سادة، إني أرى أن يوضع في السجن كي يتأدب. شفاك الله وعافاك يا مولاي، طهور إن شاء الله. هذه الرسالة لأمير العرب حسام بن مهنا، أريدك أن تسلمها له بنفسك. سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة. كأن السجن قد كتب علي. صدق الله العظيم. قل الحمد لله يا أخي. الحمد لله. ماذا ألم بك يا أخي؟ لا أدري، ما عدت تحتمل ليل هذا السجن. لنا الله يا أخي، لنا الله. الأمير سلار، أتعبتني معك يا رجل. هذه المرة أنت مخير بين أمرين، إما البقاء هنا في السجن أو العودة إلى دمشق. نعود إلى دمشق إن شاء الله. قربة ماء. ليس بها ماء، ليس بها ماء. إلى متى سنظل هكذا؟ إلى متى؟ قد تعبت. من الأفضل أن نموت هنا. لا، يخير إلي أنني رأيت جنديا من التتار يعدو خلفنا. لا تقل هذا، أنا لا أستطيع الحركة بعد الآن. لقد رأيته.
لقد رأيته. هيا بنا هيا بنا. لقد رأيته. هيا بنا هيا بنا. تعال 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 كمينة. هيا هيا. الحمد لله. تجربة أليمة يا أمة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. كنت على يقين من عودتكم. هذا يقين الإيمان يا أمة. لقد دعوت الله كثيرا، والحمد لله الذي استجاب لي وأعادكم إلي قبل موتي. الحمد لله. كل شيء في مكانه يا ولدي. ألن تستريح؟ كنا في راحة يا أماه، أما الآن فقد بدأ العمل. وهكذا فإن الله تعالى يكفي من توكل عليه، لقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والعبد إذا اشتد به الكرب فهو حينئذ يحتاج إلى مجاهدة الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ابن تيمية ابن القيم الجوزية أصبح أستاذا. ما شاء الله ما شاء الله. إني أدين لك بكل حرف تعلمته. بارك الله فيك. هيا اجلس وأكمل الدرس. بل سآتي معك إلى حيث ستذهب كي أرتشف من علمك الواسع. ولكني سأذهب إلى الأمير تنكز والي دمشق الجديد. لماذا؟ بلغني أنه قد أصدر أمرا في غيابي بمنعي من التدريس. سآتي معك. يا ناصر يا منصور، يا ناصر يا منصور، يا ناصر يا منصور، يا ناصر يا منصور. اللعنة يا ناصر. اللعنة. 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 ماذا يحدث خارج القلعة؟ لقد فوجئت مثلك. إنها مؤامرة مدبرة ضدنا، ولكن من يقودها؟ لابد أنه السلطان الناصر. سمعت؟ نعم سمعت. أيها الحراس، أيها الحراس، أطلقوا على المتضاربين المجانيق. لا انتظر يا بيبرس، يجب أن نفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار. لا، يجب أن نفرق المتظاهرين أولا. هل تعرف من هؤلاء؟ نعم، أهل القاهرة. يؤسفني أن أخبرك أن بينهم بعض جنود الجيش. ماذا؟ الناس ثائرة ضدنا يا بيبرس. من حركهم؟ من ذا الذي أيقظهم من سباتهم؟ حبهم لي يا بيبرس. أنت؟ لماذا تركت غرفتك؟ قف، وإياك أن تتقدم خطوة واحدة. أنت الآن تقف أمام سلطان مصر والشام. أتدري عاقبة ما يحدث؟ سيعود الحق لأصحابه. تراك نسيت من تكون. الجاشنكير. ما معنى الجاشنكير يا بيبرس؟ ذكره يا سيلار. خادم مولاي السلطان الذي يتذوق له الطعام والشراب. جعلتك أحد ندمائي وأعطيتك بلا حساب، رفعتك إلى مرتبة الصديق، فإذا بك تخونني وتتآمر ضدي. الجند طلبوا مني ذلك. والشعب؟ أجبني أيها الخائن. إنني على استعداد أن أفتح أبواب القلعة كي أسلمك لمن تسمع لهتافهم، وأنا على ثقة بأنهم سينهشون لحمك. وأنت أيها النبي مولاي. صبدا، لا تدافع عن نفسك. ألقي سلاحك. قلت لك ألقي سلاحك. أتعرف نتيجة ما يحدث الآن؟ إن جنودي حول القلعة. جنودك؟ أما زلت تذكر جنودك؟ لقد انتهى أمرهم، وهم الآن بين مسجون ومقتول. ألقي سلاحك
أو اقتل نفسك به. أما سمعت إني أخيرك بين إلقاء السلاح أو قتل نفسك به. اقبضوا عليه. خادمك يا مولاي السلطان. اقبضوا على هذا النذل أيضا. هذا أمر من بيبرس الجاشنكير ولا أستطيع مخالفته. وهل منع من الفتوى أيضا؟ من الفتوى ومن الخطب المنبرية ومن الاجتماع بالناس وكل شيء. والسجن الواسع إذا؟ لك أن تلزم دارك. وهل يمنعني بيبرس الجاشنكير من الصلاة في جماعة أيضا؟ هذا أمر بسيط، فأنت تستطيع صلاة الجماعة في دارك مع أخويك. هذا ظلم بين. ماذا تقول؟ محمد، الكلام لن يجدي. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة لله ورسوله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الله تعالى أمر بها نبيه في قوله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ليؤلف قلوب أصحابه وليقتدي به أولو الأمر من بعده. فأولو الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. ما بك يا ولدي؟ لا شيء، لا شيء يا أمي، وعكة ستمر إن شاء الله. سأرسل عبد الله ليستدعي الطبيب. لا لا لا، ليس هناك ما يدعو للطبيب. كيف وأنت تسعل بشدة يا عبد الله؟ يا أمي لا تتعجلي، لا تتعجلي يا أمي، أنا بخير، ثم إننا لا نملك أجر الطبيب. أما اشتقت أن أعلمك شيئا كما كنت أفعل وأنا صغير؟ ليتك تفعل ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رضي الله عنها، دخل علي أبو بكر الصديق فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمني. فقالت عائشة: وما هو؟ فقال: كان عيسى بن مريم يعلم أصحابه فقال: لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا ودعا الله بذلك لقضاه الله عنه. أي دعاء ذلك؟ اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني
فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: كنت أدعو الله بذلك فآتاني الله بفائدة فقضي عني ديني. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أدعو بذلك الدعاء فما لبثت إلا يسيرا حتى رزقني الله رزقا ما هو بصدقة تصدق علي بها أحد ولا ميراث ورثته، فقضى الله عني ديني وقسمت في أهلي قسما حسنا. ومما تعلمناه من شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: لا تخرج على السلطان، وإن أمرك السلطان بما فيه معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا أن تمنعه حقه، فمصلحة المسلمين تقتضي نظاما مستقرا، والخروج على هذا النظام يحل قوة الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما علمت الخبر؟ السلطان الناصر محمد بن قلاون انتصر على أعدائه وتمكن من استرداد عرشه. الحمد لله الذي أعاد الحق لأصحابه. لعلك لا تدري بالخبر الأكبر. الخبر الأكبر؟ قرار السلطان بعودتك للتدريس والفتوى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا الكلام في صالحه وليس ضده كما تتوهم. اسمع، أنا لا يهمني الآن ابن القيم هذا، المهم ابن تيمية الذي سيجتمع عنده أهل دمشق جميعا. لقد وقر في ذهن بعض الناس أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إنما بني تخليدا لقبره، كما يفعل بعض المغالطين في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتبر أن القبر هو المقصود بالزيارة، أما الصحيح أن المسجد هو المقصود بذاته. إننا نذهب إلى بيت المقدس لا إجلالا لقبر نبي دفن هناك، وإنما إجلالاً للمسجد ذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مشكلة كبرى تواجهنا يا مولاي السلطان، ومن أجل هذا تركت دمشق وأتيت إليك. أي مشكلة تقصد؟ ابن تيمية. ابن تيمية أصبح مشكلة؟ نعم يا مولاي السلطان. كيف؟ أهل دمشق يا مولاي كبيرهم وصغيرهم يتركون أعمالهم ويذهبون إلى أي مكان فيه ابن تيمية. هذا من فضل الله عليه، ولكنه من نقمة الله علينا. كيف؟ الزحام الشديد يا مولانا يهددنا دائما بالكوارث. أضف إلى ذلك أن هذا الرجل يستطيع بكلمة واحدة أن يحرض الناس ضدنا. صدقني يا مولاي، نحن لا نستطيع أن نتحكم في أمن دمشق بسبب ابن تيمية. وماذا تريدني أن أفعل؟ أنت لن تفعل شيئا يا مولاي. ماذا؟ عفوا يا مولاي، إنني أقصد أنك إذا تركتنا وتركت العلماء. لا لا لا، إياكم والتعرض لهذا الرجل، فقد عانى من الظلم الكثير. لك ما شئت يا مولاي، لك ما شئت.
تشغل بالك بأمر هذا الرجل؟ إنه حاكم دمشق الفعلي يا شيخنا. عما قريب سينتهي أمره إلى الأبد. حي حي قيوم. حي 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 قيوم. لابد من الراحة التامة. إنه يجهد نفسه بالمذاكرة والسهر. يبدو أن الرطوبة قد أثرت على عظامه. تفضل أيها الطبيب. لا بأس لا بأس، طهور إن شاء الله. إن شاء الله. إلى أين؟ الناس تنتظرني في المسجد. أما سمعت الطبيب وهو يطلب منك الراحة التامة؟ صدقني يا عبد الرحمن، راحتي وسعادتي ليست هنا وإنما مع الناس. هيا يا ابن قيم كي تأتي معنا. يا مولاي، إن رضا أولياء الله الصالحين هو الذي أعاد إليك ملكك من الضياع. لكن أولياء الله الصالحين يهاجمون على أرضك يا مولاي وأنت صامت. من هذا الذي يهاجمه؟ ابن تيمية. إن ابن تيمية لم يتحدث عن أولياء الله الصالحين ولم يهاجمهم. كيف يا مولاي وقد حرم زيارة القبور؟ العامة يا مولاي يخافون من زيارة الأضرحة ويتهامسون بأن ابن تيمية حرم ذلك. يا مولاي لقد لمست غضب أولياء الله الصالحين بنفسي. كيف؟ يا مولاي الشموع تنطفئ في قبورهم ولا أثر لرياح. إي والله لا أثر لرياح. مولاي إني أخاف على ملكك من الضياع مرة أخرى ويكفي ما حدث لك. ماذا تريد؟ أبعد ابن تيمية عن الناس يا مولاي. أبعد. والآن فليخبرني كل واحد منكم بما ينوي فعله. فلتبدأ أنت يا ابن كثير. قمت بمحاولات أولى لوضع تفسير شامل للقرآن العظيم. عمل رائع يا إسماعيل. وأنت يا ابن القيم. أحاول جمع كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أنوي إن شاء الله تعالى وضع كتاب يشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أفعاله وسلوكه. وهل اخترت اسما له؟ سميته زاد المعادي في خير هدي العباد. فليبقى كل واحد منكم في مكانه. ماذا حدث؟ هيا معي وإياك وإثارة الشغب. كيف تعاملون شيخ الإسلام هكذا؟ أصمت أنت. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. انتظر يا ابن القيم انتظر، فلعله امتحان آخر. بلغنا أنك عدت مرة أخرى إلى مدرسة الحديث، وبأنك تحدثت اليوم عن أمور قد اشترط عليك ألا تتحدث عنها. ومن ذلك الذي اشترط علي؟ شيوخ مصر ومراؤها. كلا يا سيدي، لم يحدث أن أحدا اشترط علي. أقلت للناس إن التيمم يجوز مع وجود الماء؟ نعم قلت ذلك، ولكن شريطة أن يحدث ذلك هو الخوف من فوات وقت الصلاة. هل أجزت شهادة العبد؟ إنني أتبع في ذلك رأي الإمام يا أحمد. قلت أيضا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية؟ نعم، فلا يجب أن نعطي اللحم لمن يشرب عليه الخمر. أقلت للناس لا تزور القبور؟ هناك فرق بين الزيارة وشد الرحال، ولقد نهيت عن شد الرحال. اسمع يا أحمد، إن معي أمرا سلطانيا بضرورة سجنك، فماذا تقول في هذا الأمر؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أجب يا أحمد. لم تقل إن أمرا سلطانيا قد وصلك؟ هو ذا في يدي. إذن
فلا جدوى من الدفاع عن النفس. أيها الجنود، ها أنا ذا بين أيديكم، فقودوني إلى السجن. أتصمتون على هذا الظلم؟ شيخكم وشيخ الإسلام ابن تيمية يقاد إلى السجن وهو بريء وهو مريض وبلا ذنب، ولا أحد فيكم يتحرك؟ أين رجولتكم؟ أين دفاعكم عن الحق؟ أتخافون غضب تنكز وجنوده؟ لا! إذن يجب علينا أن نتحرك إلى قلعة دمشق لنطالب بخروج الشيخ من السجن. هيا بنا! هيا! ماذا تقول؟ اقبضوا على هذا الفتى وارموه في السجن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لك يا شيخ علي؟ أراك اليوم مهموما متكدرا. نعم نعم يا أخي، أنا اليوم متكدر ومهموم وحزين. لما يا أخي؟ ما رأيناه وما سمعناه وما حدث أمامنا لابن تيمية يجعلني أتمزق، شيء ما بداخلي يحترق. معك حق يا أخي، لقد عانى كثيرا وحورب كثيرا واضطهد كثيرا، وكل ذنبه أنه كان غيورا على دينه مجاهدا في سبيله. يكفيه ما عاناه من مضايقات ومؤامرات من ابن مخلوف وغيره. ماذا كانوا يريدون منه؟ رجل ومنذ الصغر وكتاب الله لم يفارق، عاش حياته كلها متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، مفسرا للقرآن الكريم، مجاهدا ومحاربا لأعداء الإسلام، وأخيرا يلقى مصيره السجن. كيف يحدث هذا؟ نحن في زمن غريب يا أخي. يا الله يا الله، كن معه في محنته، خفف من آلامه يا رب. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صدق الله العظيم. إنك تجاوزت رأي الشافعي دون الحديث عن شروطه. ما كتبت كلمة في حياتي قبل أن أدرك معناها. إن التتار إنما قدموا إلى الشام لتخريبها، وقد رأينا ما كان منهم طوال السنين الماضية. أيها الرجال، أيها المسلمون، جاء يومكم. زحف التتار
الأخوة بينكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تذكروا بدر الواحطين، تذكروا ما كان منكم يوم القادسية وعين جالوت. لو أن الله قد كتب لي الموت على يد قازان فلن يمنعه أحد عني. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أنا ما كنتش عارف إن ابن تيمية شخصية عظيمة بالشكل ده. أمال إيه حكاية الاتهامات اللي كانت بتوجه له؟ تقصد التشدد يعني؟ الحقيقة من خلال اللي قلته لي أنا مش شايفه بالصورة اللي كنت عارفها عنه. علشان كده كان لازم تصدقني يا دكتور مرتضى لما قلت لك قبل كده 100 مرة إنها حرب. حرب؟ طبعا طبعا يا دكتور مرتضى، محاولة لتشويه كل رموز الإسلام. ومش ابن تيمية لوحده بس اللي تعرض لهذا التشويه، لا ده كمان الخليفة هارون الرشيد، الرجل الطيب المصلي اللي يعرف ربنا حق معرفته، اللي كان بيحج سنة ويجاهد سنة، الرجل اللي كان القرآن بيرتل في بيته ليل ونهار وما تسمعش غير صوت القرآن وبس، حولوه لراجل هلاز بتاع مجالس أنس والباقي معروف. وكمان ما نجيش منهم الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل؟ أيوه الإمام أحمد بن حنبل أكتر واحد متساهل من أئمة السنة، لكن أعداء الإسلام حولوه لرمز التشدد والتعصب. فعلا أي واحد متشدد بنقوله على طول يا أخي ما تبقاش حنبلي. عرفت الحقيقة فين دلوقتي يا دكتور؟ وأنا بدوري مستعد أقول لك على مئات من الرموز الإسلامية المفترى عليها، مفترى عليها من قبل أعداء الإسلام. والغرض إن تاريخ الإسلام يبقى خالي من العظماء والعلماء. هم عاوزين التاريخ الإسلامي عبارة عن بحور من الدم وبس، إنما العلماء اللي نوروا الدنيا وأضافوا للبشرية فده حكر على الغرب وبس. لما قلت لك قبل كده يا دكتور انها مؤامره بكل المقاييس، مؤامره تاريخيه، ما صدقتش كلامي مع ان كل الشواهد بتقول كده. مالك يا دكتور مرتضى ساكت ليه؟ مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، خلي ألمك هو اللي يقول، ألمك هو اللي يتكلم. وضح الحقائق للناس، اكتب عن الشخصيات التاريخيه اللي ظلمها التاريخ وشوهها في عقول ولادنا. اكتب، خلي ألمك سلاح مع الإسلام مش ضده، مع الإسلام دين السماح، دين الحب. اكتب يا مرتضى، اكتب. هكتب، هكتب عن أئمة الهدى. كانوا رجال فتى بالرصد كالجبال، وكلما شقوا بسيف الله.
الحق أكباد الظلام ليسود نور العدل بين العالمين بيد حديد أو قلوب لا تنام في عين طفل لو رأت دمعا تلين أصحاب علم أو دعاة للسلام.